بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إلى قمة الجولة الثالثة من البطولة الوطنية لكرة السلة. نحكي على مرحلة التتويج، نحكي على بلاي أوف 2020. إن شاء الله سنة إدارية موفقة للجميع، وإن شاء الله مبروكة على كل التونسيين، وإن شاء الله نراو فيها الخير والبركة والازدهار لبلادنا ورياضتنا بصفة خاصة. بعد شوية كلاسيكو الراتس والمستير الجورني 3 بعد شوية، لكن ما يسالش الأولوية للانترفيو مع فراس بن سعد. شكرا لك ربيع، مرحبا بك، مرحبا بكل مشاهدي الوطنية الثانية. معنا السيد وليد السيد المدرب المساعد النجم الرياضي الراتسي. سي وليد، اليوم الجولة الثالثة، قمة ضد الاتحاد المنستيري بعد ثلاث مباريات هامة للنجم الراتسي، عاد بهم بانتصار ثمين من في أول جولتين من البلايو. صحيح، عملنا زوز مباريات خارج الملعب تاعنا، انتصرنا فيهم الزوز، عدنا فيهم بانتصار ثمين. اليوم ما علينا إلا أن نكونفيرميو ماتش اون نو شونس كيما عندهم هما. خسرنا زوز ماتشات اللي قبل على البوان بونوس، كانوا دو ماتش سيري وتعديو الزوز للبرولونغاسيون. ان شاء الله اليوم ربي يوفقنا ونربحوا ان شاء الله. مرحله البلاي اوف هذه تخلى نجم الراتسي بزوز انتدابات، كان قدموا لنا اكثر انتداب لاعب محلي ولاعب اجنبي. والله لاعب محلي نعيم ضيف الله غني عن التعريف، اللاعب الاجنبي كينغسلي لاعب بوست 5، مازلنا ما ريناهش سور تيران دريك دي. ان شاء الله اليوم نراوه ويكونفيرمي وان شاء الله يعاون ان شاء الله. يعني كان طلب من الاطار الفني لسد الثغرات ممكن ولا النقائص في الايفكتيف؟ والله مش نقائص، اما باش ندعموا به اكثر البارتيمون انتيريور، فهمت؟ دونك اوني بيان على البارتيمون اكستيريور. بالنسبه للبارتيمون انتيريور حبينا نزيدوا ندعموا. يعطيك الصحة وليد، ديك الكلمة ربيع مرة. شكرا لك فراس. بعد شوية باش نحكيو على ليزيترونجي الجدد في الاتحاد المنستيري وفي النجم الراتسي بأكثر تفاصيل. قبل هذا رحب بزهير المولهي المحلل الفني. مرحبا زهير. أهلا وسهلا ربيع، أهلا بالسادة المشاهدين. نرجع فراس مع محمد قدور مساعد مدرب السربي الجديد، بعد شوية نحكيو عليه في تحمس. بالفعل ربيع، معنا محمد قدور المدرب المساعد للاتحاد المنستيري. محمد، كنت تخدم مع اطار فني مغربي بقياده سعيد البوزيدي، اليوم ميودراك بريسيتش مدرسه سربيه للاتحاد المنستيري، كيفاش تاقلم مع الفريق في اول جولتين من البلاي اوف؟ والله كما كنت تقول، نوجه التحيه للسي سعيد البوزيدي معناتها على الموسم اللي كان قدمه معنا. المدرسه السربيه معناتها نعرفوها احنا في اتحاد المنستيري، سبق العديد مدربين معناتها تعاملنا معهم. المدرب هذا بيدراك معناتها ما لقاش صعوبه باش يدخل في الجو ويحط ديريكت، معناتها دخل ديريكت في الخدمه وحطينا معناتها ليكيب معناتها على السكه، ومعناتها الاولاد زاد يعطيهم الصحه، معناتها حاولوا لو ماكسيموم باش يعاونوا معناتها الاطار الفني الجديد المصلحه نتاع الاتحاد المنستيري. وذاك كملتوا معناتها حتى الزوز مباريات اللي كانوا سورتو ماتش الداليه ما كانش معناتها الاداء باهي برشا من مباراه النادي الافريقي. في تونس كانت مباراة كبيرة والحمد لله معناتها جبنا الانتصار منها. وأول خطوات بالنسبة للمدرب الجديد هي انتداب اللاعب كرافورد من نادي هومد من لوبين. صحيح، الجوار معناتها عنده إمكانيات كبيرة، هو كان تمرن عنده في نادي بيروت، إن شاء الله يقدم إضافة. الجوار معناتها موهوب الحقيقة، معناتها في التروازون ترالمون اللي خدمناهم معناتها معاه باين معناتها عنده بوكو دي كاليتي باهي، إن شاء الله يتأقلم مع المجموعة ويعطينا لو بلوس اللي حاجتنا به. يعطيك الصحة محمد، تفضل ربيع. يعطيك الصحة فراس. محمد قدور وليد السيد مساعد مدرب الاتحاد المنستيري ولا نجم الراسي. هذا كريس كراوفورد، بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل. ملاعب برونومي دو ريبيوتاسيون. وهذا ميودراك بيريسيتش السربي الجديد مدرب الاتحاد المنستيري اللي عاود سعيد البوزيدي. كيف سي معلومة انتدابات كونفيرمي الاتحاد المنستيري يكون مشى اكثر الاسامي المعروفه. هذا شين ريكتور اللي عنده تقريبا 3 اسابيع في المونستير، والاتحاد المونستيري الى اكسي الانتدابات نتاعو على اسم معروف ان غارونتي كما حكينا على المدرب بيريزيتش، او على صوره بعد شويه ولا كما رينا قبيله اللاعب كريس كراوفورد. ومن بعد نعطيكم لي سي في كسوا نتاع النجم الراتسي وكورو كينغسلي او كريس كراوفورد على الصوره، او ميودراك بيريزيتش كما قلنا اللي عوض سعيد البوزيدي. بالنسبه لتشكيله الفريقين في بيس، نعملوا طلع على التشكيله. نبداو بالفريق المحلي نجم الراتسي، انتون غريدي
لاعب الامريكي عنده مديده في النجم الراتي اشرف القنوني زياد شنوفي حسني ليلي عادل المكراني نعيم في فلل وايرو ديسلي عمر بوعليق مرتضى بن طاهر محمد العباسي احمد تريمش واوكورو كينغسلي انجليزي من اصول نيجيريا انترناسيونال انجلي الملاعبي هذا 2 متر و16 ملاعبي منطقيا ومبدئيا من طراز جيد لكن كما قال المدرب نتاعو مازالوا ينتظروا حقيقه الميدان بالنسبه لاوكورو كينغسلي الاتحاد المنستيري اسكندر البحوري العائد من الاصابه ملاعبي عنده امكانيات جيده لكن الاصابه اللي حطت له على مستوى الشفي تقريبا منذ شهرين خليته ما يخلطش برشا وقت لعب السنه كريس كراوفورد اسعد شويه نيجي الجزيري حمودي مختار غيازة عمر الموحلي شين ريكتور عمل لقاء نموذجي نهار السبت امام النادي الافريقي تقريبا جاب المباراة للاتحاد المنستيري شين ريكتور في راس الاحياني عمر عبادة حسام المهملي رضوان سليمان المدرب السربي ميودراك بيريزيتش وسعدو كيمارينا قبيلة محمد قدور للاشارة فانه الاتحاد المنستيري فسخ لأندري واشنطن الملاعب السنتر 2 متر و16 اللي كنا تفرجنا فيه في مباراة البونيس في العودة لهنا في رادس خير الاتحاد المنستيري انه يمشي في فيلوزوفي واحدة أخرى تنحكيو فيها أنا وياك زهير في الأثناء أمير التبوبي سليم الشابي وصابر الرزقي ثلاثي تحكيم لقاء اليوم بصورة لصديقنا وزميلنا المتألق عماد زغدان وبدر الأولاد الكل هنا مجندين إن شاء الله شوفوا مباراة تنسينا شوية البرد القارس اليوم في كامل الجمهورية زهير نجم الراتي يجيب انتصارات من القروان يجيب انتصار من سوسة أمام النجم الساحلي الاتحاد المنستيري دون سالونسيم تاع كامل الموسم 14-0 14 مباراة صفر هزيمة 14 انتصار يربح غرومبيليا في الجولة الأولى ويجيب انتصار من الجورجاني في أجواء كانت حلوة وكانت جماهير غفيرة ومباراة كانت شيقة بين الإفريقي والاتحاد المنستيري يعني أون بو با ميو تومبي بالنسبة للاتحاد المنستيري ونجم الراسي في الكلاسيكو هذا في القمة في الجولة الثالثة. صحيح ربيع الفارق كونه النجم الرادسي بالنسبه لمرحله المرحله الاولى زاد انتدابات زاد كورو زاد نعيم في فله وزاد رجع العباسي للافكتيف دونك هذه الاضافات اللي زادها رادس في المرحله الثانيه نشوفوا اكيد باش تعطي اضافه نشوفوا اضافتها بالنسبه للافكتيف تاع الاتحاد المنستيري اللي الى حد الان خلى نفس الافكتيف ربما مازال لاعب الاجنبي الثاني اللي نشوفوا اضافته زاد خاصه اللي ماهوش لاعب ارتكاز لانه في رادس رينا تقريبا جاوا زوج لاعبين في مركز ثلاثه واربعه يعني في فله وعباسي مع كورو في المنطقه دونك النجم الراتسي يخمم في الحلول الداخليه تحت السلة. والاتحاد المنستيري من خلال استراتيجيه نتاع ريكروتمون في الميركاتو هذا في الشتاء خير انه يضحي باللاعب الارتكاز 2 متر و16 اندري واشنطن بتاتس تو بريمير ما ريناش برشا في البطوله التونسيه ويلعب سوز اجانب اللي هما مراكز مينور واريير خليني نقول لك انه شين ريكتور سي مينور سي بوست ان كلاسيك وكريس كراوفورد سي كومبو جارد كومبو جارد يعني يلعب واحد واثنين بنفس المستوى ما عندوش مركز معين كيف كيف عنده نفس المواصفات تاع مركز واحد ومركز اثنين سموهم هذوما تقريبا في العالم وفي في امريكا خصوصا دي كومبو جارد يعني تحتاج لك ان تلقاه ومش ريكونفيرتي اون دو ولا ينجم يتاقلم مع دو لا سي ان بوست دو بريديليكسيون يعني يلعب ان ويلعب دو لاعب هذا وضحى باللاعب الارتكاز يقول لك بتيتا نلعب سمول بول عندي حمودي رضوان سليمان نجم نلعب قصير ونجري وخير انه يلعب بزوز اجانب يلعبوا خارج المنطقه كما قلت النجم الراسي العكس تماما يلعب بزوز سنتر كلاسيكيين من بعد تو نشوفوا مع طريقه لعب كل مدرب كيفاش يقع توظيف الافكتيف نتاع كل فريق النجم الراتسي عمل لقاءات كبيره في مباراه البونوس مع الاتحاد المنستيري برولونغاسيون في اللالي برولونغاسيون في الروتور الاتحاد المنستيري فاز في المباراتين والنجم الراتسي عمل لقاءات جيده امام الاتحاد المنستيري والاتحاد المنستيري تقريبا ما يساهمش منذ بدايه الموسم كسوسوا في مباراه البونوس في التتويج ولا في المرحله الاولى 14 مباراه 14 انتصار امين رزيق يعمل في شغل
كبير في فريق النجم الراتي، حصيلة جيدة 11-3 بالنسبة للنجم الراتي، 11 انتصار 3 هزائم منهم زوز ضد الاتحاد المونستيري، وهزيمة واحدة في المرحلة الأولى كانت ضد بليت غرومبيليا، والباقي كل انتصارات الاتحاد المونستيري 14-0. شوفوا كيف كيف حوارات حلوة انديريكتومون بين مين رزيق وميودراك بيريزيتش صربي، تعرف ليكول سرب، ديسيبلين، تسديد من بعيد، لشما الدفاع معناه تقريبا تختلف شويه على المدرسه الامريكيه اللي تحب الجو رابيد وشو وغيره ولي زان كونترال. المدرسه السرب سي لا ديسيبلين سي ديفونس. كيفاش يفرض الفلسفه تاع اللعب هذه على لاعبين في الاتحاد المنستيري اللي ربما ما تعودوش بالحاجتين هذوما في المدرسه السربيه؟ لكن نعرف ثم في مدربين سرب تعداوا في الاتحاد المنستيري، ربما اللاعبين اللي منتدبين توا في الاتحاد المنستيري لازمهم وقت باش يخدموا في صفه المدرب اللي كما قلت انت ربيع تتطلب الدفاع والانضباط التكتيكي. في الستارتير تاع الاتحاد المنستيري شوف في رضوان سليمان صاحب التسديده الاخيره، حمودي في راس الاحياني، عمر عبيده وكريس كراوفورد يلقى روحه ستارتر اليوم في رادس، اول مباراه ليه تقريبا، عمل تمرينين ولا ثلاثه في المونستير كريس كراوفورد، لكن يعرف مليح المدرب، دربه في البطوله اللبنانيه مع فريق بيروت، تقريبا هو اللي كان اشار على انتدابه لانه يعرف امكانياته سيتي فالور سوري. يلقى روحه اليوم ستارتر ديريكتومون على حساب شين ريكتور اللي قلنا في الجورجيني ماتش نهار السبت عمل لقاء كبير تقريبا 20 نقطه 37 دقيقه لعب، عمل تقريبا 8 اسيست، كان موجود في الدفاع شين ريكتور. على ذلك يمكن ليلى رشيد بدت شويه في الاتحاد المونستيري، كان تفكير اكثر باش يخليه في المستير اندري واشنطن ويضحي بشين ريكتور، لكن وقت شين ريكتور عمل لقاءات كبيره في الجولات الاخرى وفرض اسلوبه ورا امكانياته، فانه الاتحاد المونستيري يقول لك خليه ملاعبي ما دام الفالور تاعو سير ونلعب بدل بوتيتر الشيما تكتيك تاعي، ولكن اللي خلي تقريبا رضوان وفراس وحمود يلعبوا مع بعضهم باش يربح شويه من سوليديتي على مستوى اللعب الداخلي. بالنسبه للنجم الراتسي في الستارتير دون مفاجات، فما زياد الشنوفي، محمد العباسي، عامر بوعليق، اشرف القانوني وانتون كريدي. 2-0 فاست بريك ناجحه اللي في راس الاحياني 2-2. من المرات القليل اللي لقى روحه تيتولير السنه في راس الاحياني، كان اكثر استعملوا سعيد البوزيدي كسيزيام هوم في الفيرسيون تاع الاتحاد المنستيري 2019-2020. عمل لي اونتري اون ماتير باهيه في الجورجيني امام النادي الافريقي في راس الاحياني، كان عاون برشا المستير. على ذاك اليوم ميودراك بيريزيتش ثبت في راس الاحياني كستارتر. دائما حل للتغيير على مستوى مركز اربعه وخمسه، يعني ما نجمش يلعب في راس، خليها ديما حل. حلفيه ناجحه. باش يخليه حل معناها للتغييرات على مركز اربعه وخمسه. اليوم يجلس يلعب بثلاثه طوال اللي تيجور دون لي نورم تاع اختيارات الاتحاد المنستيري، لكن في البنك نشوف اللي في اللاعبين الارتكاز نشوف كيفاش باش يتعامل المدرب السربي معاه. 5-4 بعد ثلاثية فراس الأحياني صاحب كل نقاط فريقه فراس، وأربع نقاط النجم الراتسي بعد سلة محمد العباسي، أول سلة كريس كراوفورد كما قلنا الكومبو جارد، يلعب مراكز واحد واثنين، بنية جسمانية جيدة، ملاعبي طول قامة محترم، بون تيرور. زياد الشنوفي دولي تعرفوه فالور سور كيف كيف النجم الراتسي وفي المنتخب الوطني التونسي. كريس كراوفورد يمشي بنفس الطريقة تقريبا، يحط كرة على اليمين تقريبا بطريقة تخليه من صعيب ياسر دافع على ملاعبي يخرج كرة في اللحظة الأخيرة، يعمل ستوب أند جو يغير الريتم في ساعة، سجل نقطة الرابعة في المباراة 9-4+5 الاتحاد المونستيري. أنتون كريدي فما ميز ماتش بين أنتون كريدي وكريس كراوفورد، يقطع كرة حمودي وأمير تبوبي يعلن عن خطأ ضد حمودي لانه احسن الدفاع عليها ماجري ميسماش، كان الدفاع نتاعو جيد والهفو معناها خذاها حمودي ما خذاهاش اللاعب الاجنبي لانه دفاعه جيد ونعرف احنا اللاعبين الامريكيين كانوا يدخلوا الدفاع الجيد. رميه اولى غير ناجحه من انتون جريدي. أنتون غريدي عنده إمكانيات جيدة لكن المردود نتاعو مش
مش مستقر على مدى الجولات، يعني ساعات يكون حاضر في مباراة 100% وساعات تقريبا يتيح شوية النسق نتاع الملاعب هذا. طبيعي يمكن خاطر ياخذ برشا وقت لعب وجود كورو كينغسلي يمكن يولي يرتح عليه شوية. كرة مونستيرية التسديد في راس الحياني اون كونفيونس في راس الحياني من الكورنر الأيمن يمشي الآن الكورنر الأيسر تاع برشا 12 مراتي في راس الحياني 8 نقاط من جملة 12 في قد إيه وقت؟ في أقل من 4 دقائق في راس الحياني الفورم أسترونوميك في بداية المباراة في راس الحياني. يمكن رجع ثقة للملاعبي هذا من خلال رجعه كستارتر انديسكوتابل في المستير خليه ياخذ جوانح تقريبا هنا باساج فارس او خطا في الهجوم ضد رضوان سليمان. قلنا يمكن اي لخاطر باش يلعب بالفورميل بتاع ثلاثه طوال في المستير معناها فراس عنده بلاستو مهما يكون معناها عندنا حمودي وسكه وهو زاد يكون من اللاعبين اللي في الثلاثه باش يلعب ثلاثه طوال. برنوبر ضد الاتحاد المونستيري عمر بوعليك يلعب انتون جريدي 8 ثواني في توقيت الهجوم ان كونترا انتون جريدي في راس الحياني دفاع جيد من في راس الحياني دون اخطاء وفاول لعمر عبيده ضد زياد الشنوفي. عمر عبيده على الصوره منير تاع المنتخب الوطني التونسي وزياد الشنوفي في تقريبا حوار بين اللاعبين الدوليين. الحاجه اللي سهلت اللعب السريع نتاع الاتحاد المنستيري ربيع هي اللاعب الاجنبي اللي كنا يلعب في البوست 1 و 2 مع عمر عباده. دونك في تطليع الكره ما عادش يستناو حتى يرجع المنسق ولا البوينت جارد باش يطلع الكره، تو اللي يجي عند عمر عباده ولا عند اللاعب الاجنبي هو اللي يمشي كونتر اتاك ويمشي لجو دو ترانزيسيون. درايف ناجح بسرعه من اشرف القانوني، ذكروا لي في مباريات البونوس كان اشرف القانوني حسني الالهي وعمر بوعليك تعبوا برشا الاتحاد المونستيري تقريبا بطريقه اللعب نتاعهم السريعه لونجاجمون الكونتر اتاك لي درايف تغيير النسق لي ستوب اند جو تعبوا برشا الاتحاد المونستيري. وعلى غرار مباريات البونوس تقريبا اشرف القانوني الثمين بالنسبه ليمين رزيق والنجم الراتسي في الفاست بريك او في العمليات للتوغل السريع. كره لعمر موحلي او دخول لعمر موحلي مكان رضوان سليمان تقريبا يقصر شويه الخماسي تاع الاتحاد المنستيري موجود عمر الموحي لكن يربح اون افيكاسيتي في التسديد من بعيد لانه تعرف عمر الموحي ملاعبي عنده سيرتان ريوسيت في التسديد من الثلاث نقاط. عمر بوعليك حاول يمشي للتوغل تضرب في فراس الحين يبقى الامتلاك للنجم الراتسي. وهنا نشوفوا فلسفه اللاعب المدرب السربي ربما ربيع بتغيير رضوان سليمان ما عادش يحب يخلي رضوان يلعب في 30 و35 دقيقه ولا اكثر ربما هذا في التورنوفر نتاع الافكتيف باش يستحوذ على رضوان وحمودي اللي شفناهم في المقابلات الكل كانوا تقريبا يتعداوا 30 و35 دقيقه في اللعب. اشرف القانوني يلعب مع العباسي معه حمودي حاول يتعدى فاول ضد حمودي لصالح محمد العباسي اللي ما ريناهش في مباراه البونوس الثانيه خطا الثاني والثالث حمودي ثالث. ما فماش التابلو نتاع الاخطاء بالنسبه لل فما اللوحه في الطاوله الخطا الثاني لحمودي. عمر بوعليك اشرف القانوني عمر بوعليك يلعب بسرعه لنجم الراتسي دفاع جيد من الاتحاد المونستيري. عباس يضرب على المربع ثم المتابعه لمن الامتلاك للاتحاد المونستيري 12-7 انتون جريدي على الصوره. كره مونستيريه في راس الحيني روميز اون جو طلع كرة كريس كراوفورد قلنا ملاعب عنده فيزيون جو ويسدد سريع كذلك في التوغلات. حمودي يحاول على طريقة حمودي في مشوار دو بوش حمودي تعرفوا من نقاط قوته الكرات الثانية لعب بالظهر اللعبة كان عنده البواني تبارك الله مصرحة دو تيل سورت اللي نجم في ان كونترا يلقى الحلول حتى في 10 سنتيمتر وفي الاثناء وفي المقابل سله اخرى نجم الراتسي على طريقه النجم الراتسي ضد الاتحاد المونستيري فريق يلعب برشا ترانزيسيون وما يطورش برشا في ليزاتاك الى تاك لوباني في سافيز على نجم الراتسي كيلعب ضد الاتحاد المونستيري 14-9 كره لكريس كراوفورد تمشي رونفيرسمون لعمر عبيده يلوج على الديكالاج الاتحاد المونستيري تسديده من الثلاثه نقاط كريس كراوفورد غير ناجح متابعة من القانوني مقطوعة يعمل ستوب كريس كراوفورد يكمل وحده لا يلعب في راس الحياني والدنك في راس الحياني والاسيست من كريس كراوفورد. فريق الاتحاد المونستيري قاعد يكربوري مليح مع بداية المباراة والثنائي في راس الحياني
وكريس كراوفورد مع بعض قاعد كارديولي مليح في الاتحاد المونستيري في الدفاع في الهجوم في الكونتر اتاك في التسديد من بعيد تقريبا 7 دقائق اكزومبلير لكريس كراوفورد وفراس الاحياني والحلول معاش عند حمودي رضوانك او رضوان على بنك الاحتياط حمودي منشوف فيه ماهوش يتصرف معناه في البوزيشن كل كريسك هو اللي قاعد يخفي المسؤوليات كله ربما هذا يضيف حلول هجوميه ستوب الثاني على التوالي ولو انه فما خروج كره في النجم لاراتسي لكن ستوب الثاني على التوالي لكريس كراوفورد عنده دي كاليتي ديفونسيف كيف كيف الملاعب هذا يبدو انه كامل الملاعب هذا رينا عمل دو ستوب في تقريبا دقيقه سجل لحدين تقريبا 6 نقاط محمد العباسي الروبون يعمل كريس كراوفورد يلعب كره الاولى مع عمر المحلي يلعب عمر المحلي مع عمر عبيده حمود يمشي الكونتر اتاك الاتحاد المونستيري في راس الاحياني تومبوريزي ثم يرجع بالكره لعمر عبيده يسدد بثلاث نقاط عمر عبيده يضرب على المربع وينجح عمر عبيده ثلاث نقاط اضافيه للاتحاد المونستيري يعمل بريك ياخذ بلوس 10 بعد 7 دقائق 19-9 ونجاعه هجوميه قصوى 7 دقائق 19 نقطه للاتحاد المونستيري 9 نقاط وخطا ضد فراس الاحياني في العمليه الاخيره وقع اعتماد شارج على عباسي من فراس الاحياني اولى اخطاء فراس الاحياني 19-9 اول دخول في المباراه لشين ريكتور طبيعي تعرفوا في قانون البطوله التونسيه لعب برك على الباركي يخرج كريس كراوفورد ويدخل شين ريكتور شين ريكتور سامينور واللي عمر عبيد يمكن في مركز 2 اكثر وشين ريكتور يولي لاعب منسق في الاتحاد المونستيري في الاثنين نجم الراتسي تقريبا قاعد يكمل بنفس الخماسي اللي بدا بيه من رزيق المباراه قلنا نجاعه هجوميه طيبه في المباراه عموما 30 نقطه 7 دقائق وخصوصا للاتحاد المونستيري 19 نقطه في 7 دقائق وهذا مش يعمل ربما الفارق في اخر مقابله تو نشوفوه بعد ربيع الاتحاد المونستيري في التغييرات والترنوفر بتاع الافكتيف نشوف اللاعب الاجنبي رضوان على البنك الاتحاد المونستيري متقدم ب 10 نقاط هذا ربما مش يخلي برشا حلول الاتحاد المونستيري زيد شنوفي اشرف القانوني عمر بو عليك زيد شنوفي يلعب مع العباسي 10 ثواني في الهجوم ماتشاب بين فراس الحيني انوان لانتون جريدي اكوردي بلوس فوت لانتون جريدي في حواره الان كونترا مع فراس الحيني انتون جريدي يربح الديول نتاعو وهذه الانوان احتجاج من بنك الاتحاد المونستيري على الخطا الاخير ضد فراس الحياني حتى من المدرب بيريزيتش انتون جريدي 21-13 وعلى مستوى الافكتيف الاتحاد المونستيري حتى مع خروج اندري واشنطن فانه تقريبا نيودراك بيريزيتش قاعد يجري مليح بداية المباراة إلى حد الآن اللاعب اللي ياخذ خطأين يرتاح أو اللاعب اللي يتوتر شوية يرتح ولا اللي قاعد يدور مليح لحد الآن تحمل المسيري 21 نقطة في 8 دقائق ونجم الراتسي 14 نقطة مازال في المباراة 7 نقاط موحلي عبيدة وهذيك هي الحلول بتاع افكتي فريش ربيع لأن الاتحاد المصري قبل كان يلعب برضوان تقريبا حمودي بريسك 35 مينوت في الماتش في وقت من الأوقات المستوى بتاع الاتحاد المصري ينقص ولا رضوان يولي يتنرفز ويدخل شويه نرفزيه وعصبيه هذاك علاش توا نشوفوه قاعد الاتحاد المصري يلعب ولكن هذه الحلول جات بالانتداب القيم تاع اللاعب ينجح انتون جريدي يعمل في مباراه جيده عموما ضد الاتحاد المونستيري انتون جريدي عبيده في راس الاحياني اون اوبن شات لا ما سددش يلعب مع حمود ان كونترا ماتش اب مشوق وفرجوي بين انتون جريدي وحمودي ثم ديكالاج لعمر عبيده او عمر المحلي عفوا ما يسجلش تمشي كره راتسي 21-16 من بلوس 10 لبلوس 5 لان يعود نجم الراتسي مع بوسيسيون انتون جريدي سدد من مسافه متوسطه المتابعه من عبيده ران بتاع 5-0 بالنسبه للنجم الراتسي بوزيسيون للاتحاد المونستيري حمودي من 3 نقاط ياخذ وقته اون اوبن سدد الى اي زي تي هو استنى لا محاله تردد بين انه يلعب تمرير او يسدد من بعيد بعد كي لقى روحه في تسديد مفتوح تيروفير سدد وما نجحش 21-16 بوزيسيون رادز شنوفي قانوني عباسي 6 ثواني في الهجوم التسديد من بعيد
من حسني الإلهي ما سجلش، متابعة منستيرية عمر عبيدة. حسني الإلهي كانوا ربما قوتهم في الدرايف من برا اللي كانوا سجلوا بها برشا نقاط في المقابلة في الدور الأول وقت خرجوا من المقابلة، اليوم ربما ياخذوا قدرهم وشوفوهم اللي نجعتهم في الماتش اللي سبق ما كانش 100% لأنهم يلعبوا كونتر ناتور، خاصة نشوفوا تجبروا توا باش يسدوا أكثر من اللي يتوغلوا للسلة، وهذاك علاش اليوم معناها الهجوم تاع النجم الرادسي ما فيش برشا حلول خاصة من برا لأنه التوغلات تاع اللاعبين هذوما من الاكستيريور ما كانوش بالنجاعة اللي شفناهم بها في المقابلة اللي تعدت. 21-16 تقريبا 28 ثانية على نهاية الكارتون الأولاني، يدخل أحمد تريمش في صفوف النجم الراتي في راس الحياني، لعب كارتون كامل في راس الحياني. حمودي يسدد من بعيد، حمودي ثم المتابعة لشكون؟ لعمر عبيدة باستماتة كبيرة، يعاود يلعب مع حمودي ثم ياخذ الخطأ. حمودي عمر عبيدة قاعد يجيب في الكرات الثانية كسوا في الدفاع ولا في الهجوم، قاعد يلعب أجريسيفيتي، قاعد يمشي على الكرات الكل رغم أنه ملاعب خارجي، فانه تقريبا يعني مره في البوتي وقاعد يجيب في الكره الثانيه. مسؤوليته كمنسق لاعب تو ما عادش متحملها هو لوحده، حتى ما يكونش في البوست هذيك ينجم يخليها اللاعب الاجنبي وهو يمشي يقوم مهمات اخرى اللي حب لها عمره. شين حاول يعمل الكروس اوفر، شين باساج فورس ضد شين ريكتور على الصوره. قلنا عمل لقاء نموذجي في البرجيني نهار السبت شين ريكتور. باساج فورس ضد شين ريكتر. نهاية الفترة 21-16 نهاية الفترة 21-16 اللي فات الاتحاد المونستيري. كارتون أول نزال الكرة ما مسش في السيرسو، ربما ما مسش هو في التابلو رسميا المحطوط صفر ثانية، ربما التوت نقطتين تضيف زوج أجزاء من الثانية تقريبا مازالوا فيها أكثر. ننتظر وإياكم استئناف المباراة أما في فترتها لا جزء من الثانية، يظهر لي جزء من الثانية قاعد إضافة جزء من الثانية لازمها تلعب ريميزون جو. ريميزون جو نتاع جزء من الثانية في الأثناء هايلايتس. عماد الزعدان مخرج اللقاء وبدر الكل يحاولوا يعيشوكم أجمل لقطات هذه الفترة الأولى كما قلنا في مازال فيها أقل من ثانية، نرجعوا نتابعوا اللايف. ثانية مازال في شارف يلعبوا ثانية واحدة عماد. نرجعوا نتبعوا ميزون جو الأخرانية 21-16 ان كونترا في الدفاع عالي. عمر الموحلي والثانية تقريبا ربيع مش تكون معناها باس ابري ريسبسيون معناها توفى اللعبة. استئناف الجزئين من الثانية، عمر الموحلي يسدد من بعيد وما تسجل. 21-16 ما تغير شيء بارابور البريك اللي صار منذ ثواني. نهاية الفترة الأولى مع 5 للاتحاد المونستيري 21-16 في المجمل فرجويا 37 نقطة بين نجم الراتي والاتحاد المونستيري على مستوى السكورينج. طيب طيب ان كارتون بليزون ما فيش برشا توقيت في لعب فيها في ريوسيت محترمة باهية اتاك باهية من الفريقين. فيه الاتحاد المونستيري خذا 10-19-11 قبل تقريبا 3 دقائق من نهاية الفترة
سجل نقطة 19 ومن بعد ثلاثة دقائق الأخرين سجل فيهم كان نقطتين فقط. في المقابل النجم الراتسي من 11 نقطة طلع 16، يعني تقريبا سبعة دقائق الأولانيين كانوا بارفيت للاتحاد المنستيري، وصل فيهم 19 نقطة، خلى النجم الراتسي على مستوى 10 نقاط حتى 19 9، ثم النجم الراتسي سبعة نقاط 2 7 2 تقريبا في الثلاثة دقائق الأخرين، النجم الراتسي بقى أكثر نجاعة 21 16. باش نرجعوا دائما للريشيست تاع ليفيكتيف، ربيع الاتحاد المنستيري استعمل 8 لاعبين، في النجم الراتسي استعمل 6 لاعبين أمين، وهذا الحاجة اللي ربما كما قلنا دائما البنك احتياط الاتحاد المنستيري هو اللي مش يوفر حلول أكثر من بنك النجم الراتسي. والاتحاد المنستيري عنده رصيد بشري كبير، كي نشوف مثلا ناجي الجزيري اسكندر البحول مش قاعدين يلعبوا في المباريات الاخرى تماما، مش قاعدين ياخذوا دقائق لعب، ونعرفوا المستوى نتاعهم الجيد، وكانوا ساهموا بشكل كبير في مباريات الاتحاد المنستيري حتى في المواسم الاخيره، ومش قاعدين يلعبوا، ولو انه للامانه ملاعبي هذوما يستحقوا كيف كيف ان طون جو كونسيديرابل اكثر بالنسبه لل زيد مع الانتدابات تاع الجوج لاعبين الاجانب يلعبوا تقريبا في مراكزهم، مع الأسعد شوية وعمر المحلي، ربما اسكندر وناجي يكونوا جاوا في فترة مش ولا بد في الاتحاد المنستيري، بخلاف لاعبين الشبان تاع الاتحاد النجم الراتسي مثلا، في وقت من الأوقات وقت الرادس كانت عندها أن إفكتيف ريش، هما لعبوا كمان شوية وتدربوا على، لو كان عندهم برشا تجربة كسبوها مع اللاعبين أصحاب التجربة. اليوم نشوفوا اسكندر وناجي ربما جاءوا في فترة مش في صالحهم على مستوى، لهذا ما يمنعش أن المدرب ربما في فلسفته نتاع اللاعب عنده مقابلات ربما يكون حاسمها ولا ما عندهاش تأثير على الترتيب. فناجي واسكندر لازم يلعبوا في ظروف زادة صعبة باش يتعلموا منها تجربة ويكون عندهم مونتال دو فيتور جران جوار، خاصة أنه الاتحاد المنستيري قادم على مباراة نارية في البال في البطولة الإفريقية بالنسخة الجديدة اللي متبنيتها الـ NBA. وناجي واسكندر معناها مش من اللاعبين اللي مستواهم متوسط، اللاعبين عندهم مستوى فقط من الاوقات هم ديستارتير فتوا ربما يكون ما عندهمش بالتقريب مثلا 25 دقيقه ولا 30، لكن ممكن لازم يكون عندهم 18 8 7 دقائق المقابلات ان شاء الله. هذه معناها المدرب ما ينساهمش ويحطهم في الاعتبارات. في المقابل في النجم الراتسي ماريناش نعيم فيفالا في الكارتون الاولاني، ماريناش نعيم فيفالا كيف كيف ماريناش عادل المقراني، ماريناش لؤي رودسلي، ماريناش بن تاهر، وماريناش كينغسلي اوكورو، زوج انتدابات تو ماريناهم في الملعب ربما عكس الاتحاد المنستيري اللي بدا ستارتير بكريس كراوفورد. ولو انه معناها نتصور انه الفيكيو تاع كريس كراوفورد مع ميودراك بيريسيتش هو اللي خلاه، لانه في ظروف اخرى يمكن لاعب يتدرب ثلاث مرات وما زالش يزيد على الفريق صعيب يكون ستارتير منه. الجو نتاعو يسمح له باش يلعب راه لانه نا با بيزون دو بوكو دو تكتيك، حتى الشيما كان مش حافظهم ماهيش مشكله لانه هو امكانياته الفرديه لا لانه يعرف دربوا في لبنان يعني مدرب اخر ما دربوش يمكن خليه شويه وقت من بعد يمكن يدخلوا كسيزيموم ولا بشويه بشويه حتى لين يتاقلم على الاجواء يلقى روحه ديريكتومون كريس كراوفورد لانه مدربه كان دربه في لبنان. حكينا على نعيم فيفالا، والان نعيم فيفالا يستعد للدخول في الفيرست ابيرنس يعني اول ظهور ليه مع النجم الراتسي في مباراه اليوم، كان احمد تريمش يلعب كاريمون سمول بول نجم الراتسي بنعيم فيفالا وانتون غريدي تقريبا مثل ما حتى خمسه كلاسيكي في النجم الراتسي. في المقابل مختار غيازة يدخل في الاتحاد المنستيري مع الاسعد شويه كسنتر كلاسيكي، فيرس لحيني يمشي يلعب مركز اربعه، الاسعد شويه في مركز اثنين، شين مينور وعمر الموحي ياخذ البوست 3 في الاتحاد المنستيري. بلسعة تقريبا ولا يدور في 9 لاعبين في كارتون ودقيقتين ودقيقه حتى في كارتون الاتحاد المنستيري يستعمل 9 لاعبين بدخول لسعة. ثلاثة اللي ما هبطوش هما اثنين اللي حكينا عليهم اسكندر البحوري وناسي الجزيري ومعهم حسام المهملي. فوالا دونك نشوف حسام المهملي كيف كيف ملاعب ينتظر مستقبل كبير وتعدى بالمنتخبات الشابه الكل. دونك نشوف لاعبين الاتحاد المنستيري تقريبا كم تقسم 10 11 دقيقه على 9 لاعبين، كل لاعب معدل لعب بريسك دقيقتين. في النجم الراتسي الخمسه الاربعه ثم اربع لاعبين حد الان ما تغيروش،
اللاعبين 12 قطر. يعمل السبين موف يتعدى في راس الحيني انتون جريدي. قلنا انتون جريدي في كل مره يلعب نفس مراسة الاتحاد المصري يخرج طرحه انتون جريدي يلقى المساحات. 23 18 شين يبحث على فراس الحيني يلقاه مع نعيم ديفالا. فراس ونعيم ان كونتران شي يعمل فراس يعمل اونفيرسمون على اليمين وين موجود قبل كيف الثواني لاسعد شويه يعمل الدرايف لاسعد شويه ما يسجلش. المتابعه الرئيسيه اشرف القانوني طلع كره حاول يلعب بسرعه مع انتون جريدي المره هذه مع مختار غيازه في كل مره قاعد ياخذ في الدوسي انتون جريدي على المدافعين المباشرين نتاعو الكل يعني خذا الدوسي مع حمودي خذا الدوسي على فراس وخذا الدوسي على مختار غيازه انتون جريدي في لان كونتران تعمل سبين موف ودور تقريبا الى اينار تابل كان حاصره فراس لكن فراس اخطا بعض ولا غيازه توعليه لكن هو البليزيف كغيازه عداله مليني دوفون وربما من الشرق الصعوبات لان غيازه معروفه لعب ارتكاز ورزين على جريدي لان هذاك الفارق اللي استعمله ولو انهم يدرك بيريسيتش حتى في لومه على غيازه في العمليه الاخرى على اساس انه يسكر ليني دوفون خاطر من لاباجي ديت انك تسكر ليني دوفون كذا سكر على اللاعب يلعب بالظهر معك خطا. 23 20 يعود النجم الراسي في المباراه من بلوس 10 اتحاد مناسير قاروح الان في بلوس 3 مع ثلاثه يستعد للدخول رضوان سليمان امام بيريزيتش. بالطبيعة الهجوم تاع اتحاد مناسير يتاثر لان حمودي واللاعب الاجنبي على البنك تو باش يرجع رضوان هذاك على سليمان على مستوى السجال اتحاد مناسير يسجل كم نقطتين. احتجاجات من النجم الراتي على الحكم صابر رزقي ظهرلي من العباسي الحكم السابق يصبح مراقب لقاءات شابي والرزقي يحكيوا مع امين رزيق توقف المباراه للاحتجاجات. 23 20 سبع دقائق 48 ثانية يرجع السكة رضوان سليمان تقريبا الخمسة اللي لعب بهم الاتحاد المصري هما ما فيهم حتى ملاعب يبدا ستارتير يعني خمسة أخرين كريمهم اللي مش هما بيدهم اللي بداوا المباراة رضوان الأربعة الأخرين ما كانوش موجودين كأساسيين خطأ اللي فايت حسني الإلهي على سورة ضد شين راكتور. سبع دقائق 41 ثانية نلعب الفترة الثانية حسني الإلهي رمية الحرة ناجحة رضوان سليمان مختار غيازة لصعد شوية عمر المحلي وشين اتحاد المسيري الآن على الباركي فيراتس نعيم في فلاح حسني الالهي اشرف القانوني شنوفي اوفنسيف انتون جريت المستير لكن روندمون ديفونسيف الخمسه هذه معناها فيهم ثلاثه واربعه يدافعوا مليح هذاك علاش ربما المدرب السربي اختار انه الاتحاد المستير يشد الماتش تبع الديفونس ونشوفه في الهجوم دائما ثم مشاكل الاتحاد المستيري النجم الراتسي في مبارياته اللي رينيهم في البونوس يقطع الكره ترانزيسيون الحركيه الاندفاع قاعد يلعب على ساحه هذو من نجم الراتسي فيرست ليد اول تقدم لنجم الراتسي على حساب الاتحاد المنستيري 24 23 لسعد شويه حاول يمر لسعد شويه يلعب الداخل الموجود مختار غيازه ياخذ الفاول مختار غيازه خطا ضد انتون جريدي لسعد شويه عمل فيكساسيون باس مختار غيازه مختار غيازه يربح الخطا على الصوره لسعد شويه اللي مختار غيازه اولى اخطاء نعيم ديفالا يرجع المدرب السربي للسانك دوباز تقريبا تاع المستير بخلاف حمودي لانه يعني عرف انه في الهجوم ثم صعوبات اغتنمها النجم الراتسي افتك كرات سهله في الهجوم ومن بها دي كونتر اتاك حديث بين شين وبيريزيتش في انتظار الرميه الحره الاولى من المختار غيازه تبوبي يحكي مع كوتش النجم الراتسي امين رزيق على مستوى كثره الاحتجاجات على التحكيم النجم الراتسي ولو ورينا في كارتون زاد الاتحاد المنستيري يحتج على بعض الاخطاء 24 23
ذكر الاتحاد المنستيري يخذ 10 نقاط 19-9، والنجم الراتسي يعود ياخذ نقطة لين فرق في مطلع هذه الفترة الثانية. نلعب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج. اتحاد المنستيري متصدر البطولة 5 نقاط، 4 نقاط من 2 انتصارات ونقطة البونوس، والنجم الراتسي ب 4 نقاط من 2 انتصارات 4 نقاط. مختار غيازة ينجح في الرمية الحرة الأولى، يعد الانتجاء 24-24 مختار. مختار غيازة في المنتخب الوطني التونسي منذ سنة في الأكابر، منذ سنة 2008 12 سنة في المنتخب الوطني التونسي. مختار غيازة لونجيفيتي مثالية، كيف كيف كي نحكيو على لونجيفيتي نحكيو على رضوان سليمان 40 سنة بارك الله، نيفو اكسيبسيونيل، وقع حتى اختياره في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة باتحاد المنستيري كأحسن اللاعب في الفريق عم ناول. هذوما لي سيريو نتاعهم الانترينمون ولي جيم دو في نتاعهم هي تعاونهم باش يكونوا في الملاعب لمدة طويلة. أكيد يعود كريس كراوفورد مع عمر عبيد يلعب في المركز 2. كريس كراوفورد يسدد وينجح أليس تكنيك مول اللاعب هذا؟ أليس هذا كان ميكران بي كاندرال مع رضوان شال السلة. طبعا هذا من الستيل دو جو نتاعو اللي يتقنوه الفنيات الفردية نتاعو. حسني الإلهي بسرعته المعهودة يلعب مع أنتون جريدي. أنتون جريدي قاعد يتعب برشا في الراكيت تاع الاتحاد المنستيري. هو الحل الوحيد في الهجوم هنا النجم الراتسي مع هجومات سريعة شوية في اللعب في الأتاك بلاسي تقريبا هو اللي يلقى في الحلول الكل. حلول الكل قاعدة تجي في النجم الراتسي من الترانزيسيون كسوا لعب داخلي أو كونتر أتاك. ما تطولش الأتاك في راتس تقريبا فماش برشا 24 ثانية. في المقابل رضوان سليمان يوفر نقطتين للاتحاد المنستيري وتخليه متفوق نقطتين 28-26. نعيم ديفالا في ميز ماتش يفشل في تمرير الكرة خارج المنطقة، يقطع الكرة للاتحاد المنستيري عمر عبيدة، حاول يمر عمر عبيدة ثم ما ينجحش. المتابعة من أشرف القانوني، أشرف القانوني يعمل في مباراة جيدة على مستوى الانتونسيتي ثم أنتون جريدي. حكينا على الترانزيسيون تاع النجم الراتسي مثالية 16 نقطة كاملة لأنتون جريدي في كارتون ونص. اللاعب هذا قاعد يأثر برشا على المردود الهجومي اللي فريقه النجم الراتسي موجود في الالتقاطات الدفاعية والهجومية على الكرة الثانية وموجود في الترانزيسيون. أنتون جريدي حسني الإلهي خطأ ضد عمر الموحلي. شوفوا قوة راتس الإيماج تاع مباراة البونوس اللي عديناها تقريبا. رجعت راتس تلعب بستيل بالستيل السريع كونفيانك اللي يمشي معاهم يمشي للبيركسيون يمشي للتوغلات السريعة. قد ما يطولوا الاتاك بلاسي قد ما يلقوا صعوبات في الهجوم خاصة انه التسديد من بعيد تقريبا مفقود بالنسبة لراتسي. الاتحاد المنستيري تقريبا النقاط قاعده تدور برشا على الملاعبين الكل باستثناء شويه فراس الحيني ذولي في العشر نقاط. بقيه ال 28 او 18 نقطه تقريبا فرق على زوج ثلاثه ملاعبيه بين رضوان عبيده كريس كراوفورد. 30-28 تقدم نجم الراتسي نقطتين عمر عبيده رضوان سليمان سكه لاصعد شويه 12 ثانية في الهجوم. رضوان سليمان يسدد من رمية متوسطة ينجح ثقة كبيرة تسديدة تاع لاعب عنده برشا ثقة في إمكانياته رضوان سليمان. إعادة الانتاج مباراة مشوقة 30-30 مشوقة بين النجم والاتحاد. نذكروا نلعبوا الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ونذكروا أنه بين النجم الراتسي والاتحاد المنستيري زوج مباريات في البلاي أوف زوج انتصارات لكل فريق. واللي عاونهم على هذا ربما ذهنيا اللاعبين متحررين ربيع لانه ما فماش انجو كبير في الماتش بزاف كل شيء بكري وربما زوج فرق ضامنين انهم يتعداوا السوبر بلاي اوف نظريا. هذاك على شفنا انجو بليزان انجو داتاك ما فماش برشا نرفوزيتي اللاعبين كل متسرحين وقاعدين يعطيهم احسن ما عندهم. صحيح 30-30 16 دقيقة اذا يطلع سكورينج القريب لل 40 فريق او ذاك
تكون على المستوى السكورينج وتكون هجوميا مباراة جيدة في شوطها الأول. خروج كرة لفتى نجم الراتسي بعد ما لمست في الأسعد شوية على صورة الأسعد شوية تحت تشجيع مدربه ميودراغ بيريزيتش. قلنا حوار شيق تكتيكي كذلك بين بيريزيتش ومين رزيك في قاعة بوهيمة أمام جماهير النجم الراتسي. ماجي ربيع ربما نشوفهم أنهم عندهم مثلا فريقتين ثلاثة في مكان الأسعد شوية دون لو ميم بوست هذاك لو ميم روندمون تقريبا صحيح معناها مع الأسعد ينجم كان لو العملية عمر عبيدة نجم هو لو أنه نذكر أنه اسكندر راجع من إصابة أي لا كان إصابة يعني راجع من إصابة عندهم وقت نجم ياخذوه في البوست نتاعهم مع الأسعد وربما الردود تاع الاتحاد المنسيري ما يتاثرش شويه جاربيتش تايم تاو في الدقائق او الثواني الاخيره بالاتحاد المنسيري والنجم الراتسي برشا اضاعات كرات وبرشا تمريرات خاطئه سواء في المسير لاتيراتس 18 نقطه لانتون غريدي 32 لقاء مشوق يرفض التكهن بنتيجته مثير لقاء المسير راتسي اليوم كريس كراوفورد ثم سكة ينجح شوف الاسيست من كريس كراوفورد ملاعبي تحس حتى من لمس الكرة من وقفته تحسها ما ينسى تين كلاس مونديال في طريقة لعبه تري ريلاكس في لعبه تري تحس نرفوزيتي على المانير دو جو نتاعو. أنتون غريدي تقريبا أفضل لاعب في راتس اليوم دون منازع أنتون غريدي تقريبا من رؤسيت خيالية أنتون غريدي هذا خطأ ضد شكون ضد حمودي حمودي خطأ ضد حمودي كان حمودي الثالثة تقريبا ذكر لي ما عنيش الكابيتال فوت في صبورة قاعة بوهيمة بيراتس نقطتين للاتحاد المونستيري خطأ ضد الاتحاد المونستيري حمودي استغرب حمودي من عملية الخطأ الأخير كنا برشا احتجاجات اليوم على التحكيم من هنا ومن هنا ثالث اخطاء حمودي يمكن على ذاك هو بيدو منرفز شويه لانه تعرف سي اون دي كابون يعني ثالث خطا في الشوط الاول هو خلص له الاولاني وكان اشتكى من التحكيم في الخطا الثاني ديجا يزيد الثالث تو يولي الملاعب بيدو معناه حتى دفاعيا قدمش نفس المردود ويخسر برشا وقت لعب في المباراه زياد الشنوفي سدد زياد الشنوفي يعمل ربوع الاول دخول لكينغسلي اوكرو نمشيو ديريكت لكينغسلي اوكرو فقط تعودوا به كينغسلي اوكرو لاعبي 24 سنه 121 كيلوغرام 2 متر و16 هذا التابلو نتاع السكور الشخصي لكل فريق انتون غريدي دو مفاجئة توب سكورر في هذه الفترة في الشوط الأول 18 نقطة في راس الحيني 10 نقاط 7 عبيدة 6 سكة و6 كراوفورد حسني الإلهي وعباسي 4 نقاط وأشرف القانوني 6 نقاط تقريبا نفس المباراة اللي قاعدة اللي شاهدناها في الروتور تاع البونوس انتون غريدي وتودولو في راتس يعني بسكورينغ عالي والبقيه الملاعبيه اللي درايفر الملاعبيه السريعين اللي يتكيو لو بانيه بسرعه هما مفرقين السكور على بعضهم الهي وعمر بوعلاق واشرف القانوني الاتحاد المنسيري العباسي والاضافه نعيم والاجنبي ربما تو مازلنا ما ريناش على لعب النجم الراتس بالنسبه للاتحاد المنسيري 6 نقاط لكريس كروفورد كان سجلهم ذولي في الفتره الاولى 10 نقاط في راس الحين كان سجلهم في الفتره الاولى يعني الاتحاد المنسيري عمل فترة أولى أفضل بكثير من الفترة الثانية على المستوى الهجومي على المستوى خلينا نقول البورسنتاج والنجاعة لأنه على المستوى الهجومي سجل 21 نقطة الآن هو في الـ 34 13 نقطة مازال دقائق نجم يخلط نفس المعين لكن نحكي على مستوى الريوسيت على مستوى البورسنتاج دو ريوسيت أقل شوية نقصد لأنه كانوا أربعة لاعبين من سانت دو باز كانوا على البنك رغينا قلنا مازال كان لاعب واحد معناه قاعد من السانك دو باز في الفتره هذيك نقص مردود الاتحاد المنستيري من الناحيه الهجوميه هذاك علاش يدور في 69% الاتحاد المنستيري ونجم الراتسي في 50% لكن 69% الاتحاد المنستيري كان خذا منهم برشا في الكارتون الاولاني طلع في المويان
وهذم ثلاثة نقاط 33% صفر على خمسة النجم الراتسي ما عندوش دي بوينتور من بعيد الاتحاد المولى السيري 33% في المعدل بالنسبة للبوتونسيال دي تيلر 3 بوان تاعو ربما أقل شوية من المعدل لكن لكن في العموم 33% عرض وين مع حمودي مع لاعب الأجنبي زاد لكن في الأبسوليو في الستاتيستيك مونديال في الأبسوليو 33% تتسمى إحصائيات محترمة في الموين كريس كراوفورد يلعب مع فراس لحين إلى سعد شوية مقطوعة من زياد الشنوفي زياد شنوفي مع عمر عبيده يكمل يعمل فاست بريك ياخذ دانوان ياخذ الخطا على عمر عبيده زياد الشنوفي كان عمل ستوب ومشى للكونتر اتاك ورجع الفارق نقطه للنجم الراتسي هو عمر عبيده لا توفي بور ايفيتي لا فوت كمان تزفرت زياد الشنوفي كان يبي مشى لعمر عبيده مشى لعمر عبيده لا فولي ايفيتي بعد وزيدي وبعد رغم ذلك وقع الخطا على عمر عبيده نقول كابيتال فوت عالي في الفريقين وكنا مع النيش صبورة ماذا بينا كان نصلحه لكن في الرميات الحرة 9 على 10 نجم الراتسي 3 على 6 الاتحاد المنسيري في الرميات الحرة الأخطاء كثيرة كثيرة الأخطاء مع النيش الأخطاء الجماعية خسارة ماذا بينا كان شوية مجهود بلدية راتس باش تحاول تلقى حل للقاع باش نجمو نتبعو كيف كيف في الأخطاء الجماعية باش نجمو كيف كيف نكونوا في تعليقنا 11 خطا الاتحاد المنسيري وخمسه للنجم الراتسي 11 خطا معلن ضد الاتحاد المنسيري في شوط برشا خطا معلن ضد الاتحاد نصعد شويه يعمل ليكرون في راس لحيني يكمل وحده يتحرر نصعد شويه ما ينجحش ثم المتابعه من كريس كراوفورد يعمل قطع كوره مارتين يعمل قطع كوره كريس كراوفورد ثم يعمل الاسيست كريس كراوفورد بالنسبه للملاعبي أول ظهور لي في البطولة الوطنية فكان يبي عنده 3-4 شهور يلعب في البطولة الوطنية للتريزاليز لعب تكنيكمون مش قوته في سكورينج لكن قوته في الحضور في الرؤية في قطع الكرات في الاساسيست حد الآن يظهر لي ستانجوار درايفر أكثر منه بوانتور أكثر يظهر لي من التزديتين اللي جاءوا بون مازلنا ما نجمش نحكم عليه لكن لما سوسي دي جو سي بكو بلوس لو جو ان ترانزيسيون لي بينيتراسيون اي لي اسيست سو لو بانيو كريس كراوفورد لعب لعب في روان لعب في سامر ليج في المنفيس غريزليس في الام بي اي لكن ما لعبش مباريات في السيزون ريغولير لكن لعب في المباريات الصيفيه في المنفيس غريزليس لعب في روان في فرنسا لعب في بيروت في لعب في اليومنتمن في المقابل برشا حديث جيد على كينغسلي بحكم انه دولي ولو انه كرة السلة الإنجليزية ماهيش دو ريبوتاسيون كبيرة برشا لكنه دولي في المنتخب الإنجليزي ومن أصول نيجيرية كينغسلي مازلنا ما ريناش إمكانياته دفاع منطقة من النجم الراتسي ينجح لاعبي تحسوا ملاعبي سيتو فالور سور يعني ما مش محتاج تيست مش محتاج أنك تحكم عليه تحس فما سيرتان كلاس قدامنا بالنسبة لكريس كراوفورد الإضافة نتاعو واضحة كريس كراوفورد 44 ثانية على نهاية الشوط يخرج عمر عبيدة يرجع عمر الموحني كريس كراوفورد يرجع منور لسعد شوية يخرج بوست 2 موحني بوست 3 فراس لحياني وسمول بول تقريبا ورانين ستيمين مرات يلعب بجوزة طويلة كهو دو بوست 4 تقريبا غضوان نجم الراتسي يلعب طويل كمان كينغسلي كينغسلي تو معاه شنوفي والعباسي يلعب عالي النجم الراتسي نجم الاتحاد المنسيري اللي عاده 90% من القابله يلعبها في ثلاثه طوال نشوف فيه يلعب بجوز طوال هو يلعب في دفاع المنطقه بورتون 38 38 42 ثانيه على نهايه الشوط تسديد ناجحه 20 نقطه ينجح كينغسلي لك سله هذه كينغسلي مش جريدي 40 38 نقطتين للنجم الراتسي وامتلاك الاتحاد المنسيري كريس كراوفورد رجع دفاع المنطقه الفريقين طبع في حسن الإلهي الاتحاد المنسيري يمكن يبحث عن التسديد من بعيد في ظل لعب المنطقه يخرج يعمل ليكرون في لاستحيني 4 ثواني في توقيت الهجوم يحاول يكون كلاتش كريس كراوفورد تقطع الكره من كينغسلي اوكتورو ثانيتين ثانيه التسديد تقريبا مع البزار وينتهي الشوط 40 38 40 للنجم الراتسي سكور محترم 38 للاتحاد المنسيري
فرجوية المباراة قريب 80 نقطة في شوط نقطتين فارق دي رونفيرسمون سيتياسيون. رينا الامتحان المونستيري ياخذ 10 نقاط. رينا رجوع لنجم الراتسي مباراة مشوقة وننتظر وإياكم عودة الفترة الثالثة. شكرا لكم على المتابعة ما تبعدوش البعيد 10 دقائق ونرجع الراتسي. كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد، التلفزة الوطنية تواكب الحدث، نقل مباشر لمباراة منتخبنا الوطني، تغطية خاصة، كواليس حصرية وملخصات لجميع مباريات الكأس. كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد من 16 إلى 26 جانفي حصرياً على التلفزة الوطنية. حب يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، حب يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، فكري خونك كيف ما خنتي لكن قلبي حبك جدي. حفظتها
اش قالت لي زيد؟ قالت لي شكتو
اللي قوتني من الحب على قلب اللي تغروحه نار اللي قوتني من الحب على قلب اللي تغروحه ندى يا ملوش طب نار تطفي نار تشعل فيا ندى يا ملوش طب نار تطفي نار تشعل فيا تكوي مرحبا بكم الى الشوط الثاني من قمه النجمرات الاتحاد المنستيري. نلعب الجوله الثالثه من مرحله التتويج. مباراه في الشوط الاول انتهت 40-38 للنجم الراتي. لقاء مشوق فرجوي مثير، فيه برشا كره، فيه برشا فرجه. نجم الراتي وفي لعادته هذا الموسم لوجو رابيد ترانزيسيون لعب على انطون غريدي تقريبا 20 نقطه 18-20 نقطة أنتون غريدي على الصورة من جملة 40 أي من جملة 40 نقطة. ها والهايلايتس تاع مخرجنا عماد زغدان وبدرة تقريبا تعب برشا الاتحاد المنستيري أنتون غريدي. الاتحاد المنستيري عمل بريك في الفترة الأولى 19-9 نوتامون بفضل الوافد الجديد كريس كراوفورد. كريس كراوفورد عمل مباراة جيدة في الشوط الأول بالنسبة لأول ظهور. كيف كيف أنتون غريدي عمل شوط أول مثالي 40-38 كل السيناريوهات ممكنة في كلاسيكو الاتحاد والنجم قمة الجولة الثالثة من البطولة في مرحلة التتويج. في شوط ثاني يلوح مشوق بين المدرستين بين الاتحاد المنستيري والنجم الراتي قاعدين يمتعوا فينا بكرة سلة من أعلى طراز في المواسم الأخيرة. أدوار نهائية لعبوا تقريبا سنة كيف كيف مباريات مشوقة في من أجل نقطة الحافز. ذكروا المباريات وفاو بالبرولونغاسيون بين الاتحاد المنستيري والنجم الراتي. مشوق ومثير ومنتظر هذا الشوط الثاني بين الاتحاد المنستيري والنجم الراتي. زهير صحيح ربيع على مستوى المقابل كما قلنا 6 ماتش بليزون فيه برشا تاك فيه برشا كورة. على مستوى الافكتيف اللي تحدثنا عليه من الأول الاتحاد المنستيري دار في 9 لاعبين ومن الراتي اقل 7 لاعبين تقريبا. لكن الهانديكاب تو مش يدخل به الشوط الثاني الاتحاد المنستيري هو الاخطاء الفرديه للاعبين. شوفوا انه حديدين 3 اخطاء ريكتور خطأين في راس خطأين ورابين سليمان خطأين فنشوفوا عباده خطأين في الاتحاد في النجم الراتي تري مش بخطأين كهو. ربما هذا اللي يأثر على المردود الدفاعي وهنا المدرب مش يلزم يشوف كيفاش يتعامل مع التعب اللي بالطبيعه مش يظهر على الفريقين وفور المزير بعد الاخطاء. تنطلق الفتره الثالثه بعد قليل. نستغل الفرصه كيف كيف باش نشير انه الجامعه التونسيه كانت نظمت ملتقى للحكام. زوج تربصات كانوا مثمرين بالنسبه للجامعه التونسيه لكره السله. مشاركه اكثر من 100 حكم وتم انتقاء 14 حكم جديد في الجامعه التونسيه. الانتيغراسيون نتاعهم باش تتم على مراحل في على مستوى الناسيونال ا كسوا بنات ولا اولاد. هذا جيد التحكيم التونسي
كيف كيف الإدارة الفنية باش تحاول تستقطب تربص عن الفيبا افريك في مارس تحتضنوا تونس، وتعرفوا لهذا باش يكون بينيفيك برشا كيف كيف وقت اللي يتم لجوء دي كونفرنسي ولا حكام على مستوى الفيبا افريك في شهر مارس. قلنا في محاولة كيف كيف حتى من الجامعة ومن الإدارة الوطنية للتحكيم باش تنتجري برشا حكام شباب في مستوى البطولات كسوا في الوطني A B أو مباريات الشبان، كيف كيف حتى على مستوى الحكمات كيف كيف وقع اختيار العديد من الحكمات باش يعطيهم الفرصة نتاعهم، وباش يقع كيف كيف القيام بسيكل نتاع ريكروتمون وتقريبا باش يصير انتداب على طريقة الNBA، يعني باش يصير دي ريكروتمون دي كاستينغ للحكام جدد وشبان. 40-38 شوط ثاني منتظر لستارتير تاع الضيوف. حمود يرجع في الخماسي، ثلاثة أخطاء لحمود ياخذ أنتون غريدي في الدفاع، فراس لحياني عمر المحلي، رضوان سليمان وكريس كرافورد كرة الاتحاد المونستيري اللي بيهم عمر في عوض عمر عبادة، عمر المحلي في عوض عمر عبادة، محلي في بلاصة عبادة. هذا الستارتير اللي بدأ بيهم بيريزيتش المباراة. في نجم مرات سي أنتون غريدي داخل المنطقة مع العباسي، زياد شنوفي في مركز ثلاثة، عمر بوعليك وأشرف القنوني. انطلاق الفترة الثالثة 40-38 كانت تسديدة غير موفقة من كريس كراوفورد. نجم الراتسي في كل مرة كما رينا في مباريات البونوس أو في الشوط الأول، في كل مرة يلعب بسرعة، يلعب بالدرايف، يلعب ترانزيسيون، يسرع في النسقف ويحط الاتحاد المونستيري في صعوبات كبيرة. عمر الموحلي في راس لحياني، رضوان سليمان يسدد من ثلاثة نقاط، رضوان سليمان المتابعة من عمر بوعليك، رينا حتى في الترانزيسيون اللي قبل هذه عمر بوعليك تقريبا من الروبون في ثانية اثنين يلقى روحه في الترانزيسيون اوفونسيف بسرعة. توغل آخر زياد الشنوفي في انتيروفير يسدد يربح الفاول زياد الشنوفي. قلنا النجم الراتسي ما يصبرش في الترانزيسيون اوفونسيف تقريبا 3-4 ثواني وإلى تاك لو باني ويحاول يستغل يمكن الرجوع الدفاع البطيء في بعض الأحيان للاتحاد المونستيري، لانه فما الاتحاد المونستيري الروبلي ديفونسيف تاعو صعيب، قوى في الترانزيسيون اوفونسيف نتاعو وناجحه وماشيه مع النجم الراتسي على مجمل ثلث مباريات الفريقين السنه بين مباراه البونوس ومباراه هذه. لحد الان العاطيه اكثر بالنسبه للنجم الراتسي هذه الوضعيه. الاتحاد المونستيري يلعب كلاسيكي، يلعب الجو بلاسي، يحاول يلقى الحلول من المنافذ الكل، يلعب على التسديد من بعيد، عنده 33% من التسديد من ثلاثه نقاط. النجم الراتسي ما لقاش في كاسيتين تاعو من التسديد من ثلاثه نقاط. زياد الشنوفي رمية الحرة الثانية ناجحة لطبيعة الخطأ، يسدد ثلاثة رميات زياد الشنوفي. 44-38 على فارق في النقاط خذا النجم الراتسي في المباراة، على فارق خذا الاتحاد المونستيري 10 نقاط في الكارتون الأول، الآن على فارق في اللي قال النجم الراتسي 6 نقاط. رضوان سليمان حمودي فراس لحياني، حمودي بثلاث اخطاء وجازف فيها المدرب لاضافته على المستوى الهجومي خاصه مدراك بيريزيتش، لكن شويه صعوبات منذ نهايه الفتره الاولى اللي كانت نموذجيه هجوميا للاتحاد المونستيري. من بعد بدايه من الفتره الثانيه الاتحاد المونستيري مش قادر يلقى في نجاح كبير على المستوى الهجومي، على ذلك خير انه يبدا بحمودي رغم انه عنده ثلاث اخطاء ومازال شوط ثاني كامل. حمودي ياخذ الخطا لانه حمودي لابور تاعو اوفونسيف خاصة اكثر منه دفاعي، ياخذ الفاول حمودي على الصورة. زيد شنوفي خطأين، ما نجحش في الرمية الأولى حمودي. ينجح في الثانية، قلص الفارق المستوى السلبي 5 نقاط. 5 بوان بوسيسيون للنجم الراتسي. عمر بوعليك الدفاع منطقة ربما هذاك علاش خلى حمودي في الملعب، لأنه يعني فماش دي دويال باش يجازف به، يلعبوا في دفاع منطقة ربما حمودي تو سا ديبون دو لوي لوي سو كونسونتري باش ما يعملش الخطا الرابع. أنتون غريدي ياخذ دوبل روبون أوفونسيف. أنتون غريدي مارتين ياخذ الكرة تحت سلة اروح مع رضوان سليمان، فماش بوكس اوت في المستير
فماش لي بلوك اوت، فماش لي بوكس اوت، قاعد يستغل انطون غريدي في الكرات الثانيه. حمودي في حوار مع انطون غريدي البريزادو مع العباسي، ثم موجود عمر المحلي يخرج عليه عمر بوعليك. ثم خطير دي حمودي في الباس في الاسيست في كورنر، فورسيمون كي تصير بريزادو يكون واحد متحرر. خطأين لعمر بوعليك، استئناف لاعب الاتحاد المونستيري كريس كراوفورد. قلنا كومبو جارد يلعب واحد واثنين بنفس المستوى، والفورمه نتاع انطون غريدي خلات امين رزيك يضحي بطول قامه كينغسلي ويخلي انطون غريدي فاست بريك. ناش عملناش مرات لاسيست حلوه برشا، لاسيست حلو والترانزيسيون اوفنسيف تقريبا بسرعه قياسيه، تقريبا ثانيتين او ثلاثه ثواني قاروحوا من وضعيه دفاعيه لوضعيه الهجوميه. ايربول من فيراس الاحياني، عمر بوعليك بسرعه تمرير والفاست بريك تقريبا اون اتاك كلير. حتى في الدوزيام ليني حتى في الديفونس زون تاع الاتحاد من السير يرزينا شويه برضوان وحمودي بتاع اخطاء فراس، من اللاعبين يلعبوا واقفين في الدفاع ما يهبطوش على ساقين، هذاك علاش ربما التغويلات على الدفاع كلها جابت اكثر وجابت خطر على دفاع الاتحاد المنستيري. ياخذ 9 نقاط كامله نجم الراسي على الاتحاد المونستيري، 9 نقاط كامله في بدايه هذه الفتره الثالثه. هذا بنك النجم الراتي، هذا بنك الاتحاد المونستيري في التايم اوت، طلبوا ميودراك بيريزيتش سربي الاتحاد المونستيري اللي كان استقدم معاه معد بدني اللي هو الكسندر بالانوفيتش. وهذا انطون غريدي، مارتين ياخذ الروبو اوفنسيف، مارتين تحت سله الاتحاد المونستيري. يمكن هذو من المساوئ انك ما عندكش سنتر كلاسيكي تلعب برشا سمول بول، تلعب مراكز ثلاثه واربعه الداخل، يمكن كي تلقى بيفو لاقي النجاعه نتاعو في الالتقاطات وفي الهجوم فانك تتعب شويه، خاصه انه مختار غيازه مش ياخذ في برشا وقت لعب في الاتحاد المونستيري. كل مره نجم الراتسي يسرع الكره يعمل ديفيكولتي الاتحاد المونستيري، في كل مره يلعب على انطون غريدي فانه كيف كيف يلقى نجاعته، خاصه على مستوى الكرات الثانيه والمتابعات. انطون غريدي لاعب فيف، لاعب حركي، والاتحاد المونستيري ما لقاش حلول للترانزيسيون اوفنسيف السريعه للنجم الراتسي واللعب السريع كيف كيف والمتابعات تاع انطون غريدي. يرجع شين الان في المونستير وقت الرجعة الدويل في ثلاثة طوير رادس يلعب ولا يلعب في الديفونس امام، انا ما عادش مشكلة عنده في الميس ماتش. فراس عباسي، عباسي على فراس، شنوفي على رضوان، انطون غريدي على حمودي، دونك ما فماش مشكلة في الميس ماتش. نصعد شوية يلعب مع فراس الحيني، وصل كرة لحمودي مع انطون غريدي كالعادة ديما فريزادو على انطون، ماشي بالكرة ضد حمودي. هو كان يحسبها لي يا خطا يا مرشي، يحسبها لي مرشي يعني فعلا مرشي ماشي كره ضد حمودي. في كل مره حمودي ياخذ كره داخل المنطقه تصير عليه بريزا دو من انطون غريدي والعباسي، جامي محمد حديدان تمكن انه يعمل سبين موف ويدور في ان كونتران، ديما موجود الزملاء ما سالوش المامورين لانه نورمالمون يلقى زوج في الكورنر كان نجم يخرجها في الكورنر كما عمل من بكري في التور دو جو نتاعو، لكن اللاعبين ما مشاوش باش سالوا له الباس. عباسي من ثلاث نقاط يسدد، متابعه من انطون غريدي موجود على كل الكرات، ثمين جدا للنجم الراتسي انطون غريدي. زياد الشنوفي يعمل ستيب باك يسدد من ثلاث نقاط، تبقى الكره للنجم الراتسي، لكن صعوبات في تامين الالتقاطات الدفاعيه للاتحاد المنستيري امام الفيفاسيتي الكبيره للنجم الراتسي خاصه في المستوى الهجومي، فانه يلعب الكرات كله انطون غريدي اللغز الذي لم يتمكن من حله. ميودراك بيريزيتش الى حد الان اللاعب يدور في ال 22 نقطه كامله، شطر نقاط فريقه، لاعب ثمين دفاعا وهجوما. شين خطا من شين او لصالح شين ريكتور ضد عمر بوعليك، ذولي ثالثه لعمر بوعليك، شين ريكتور وعمر بوعليك، ثالثه اخطاء عمر بوعليك. أمين رزيق يستعد لإدخال حسني الإلهي أكيد مكان عمر بوعليك، وميودراك بيريزيتش باش دخل عمر المحلي مكان شكون؟ المحلي
ما كان لسعد شوية يمكن لا ما كان رضوان سليمان يدخل عمر المحلي مكان رضوان سليمان 11 نقطة كاملة النجم الراتسي أمام الاتحاد المنستيري يعمل في لقاء كبير النجم الراتسي اليوم ينجح شين ريكتور رمية ثانية لشين أشهر رمية ثانية من شين ريكتور يطيح النتيجة تحت العشر نقاط 41-50 والنجم الراتسي عباسي بنوني شنوفي يعمل ليكرون بيك اندرول مع انتون غريدي يخسر كورتو انتون غريدي في كل مره لا بروميير اوبسيون بالنسبه للنجم الراتسي وقت لاتاك بلاسي وقت الانستالاسيون اذا ما مشاش ترانزيسيون النجم الراتسي بروميير اوبسيون ديما بيك اندرول والبحث على انتون غريدي كره للشين ريكتور والاتحاد المنستيري تخلف تسعة نقاط وعنده بوسيسيون شين لحيني موحلي خطا ضد اشرف القنوني على الصوره خطا الاول موحلي فراس لحيني شين ريكتور يعمل ليكرو الكره داخل فراس لحيني ياخذها 6 ثواني لعب مع حمودي القادم من الخلف ثم فراس لحياني من ثلاث نقاط يسدد دينان داوت المتابعه والخطا ضد يبدو ضد حمودي رابعه ضد حمودي خطا معلن من امير الطابوبي اربع اخطاء اكيد ميدراج بيريزيتش باش يدخل نتصور يرجع رضوان سليمان ومختار غيازه رضوان سليمان طبيعه الخطا الرابع لحمودي نقاشات على الخطا الاخير هذه التسديده الاخيره هذا الخطا معلن من امير التكوبي يرجع رضوان سليمان مكان حمودي تقريبا مركز بمركز اربع اخطاء يعني حمودي يمكن يستحفظ عليه بيريزيتش لل انت وسيناريو المباراه مش نجزموا انه باش يدخل مثلا في الخمس دقائق الاخيره انت وسيناريو المباراه يمكن يدخل قبل حتى انت كما قلت سيناريو الضروريات تاع اللعبه في الاثنين النجم الراسي سجل نقطه من رامي اخرى وياخذ بوسيسيون 51-41 بعد اربع دقائق وست ثواني في هذه الفتره الثانيه النجم الراسي سجل 11 نقطه في اربع دقائق والاتحاد المنستيري ثلاث نقاط 11-3 في اربع دقائق للنجم الراسي أقوى فترات نجم الراتسي كانت هذه الفترة الثالثة ثم درايف ينجح كالعادة نجم الراتسي ترانزيسيون 7-8 ثواني ويمشي للدرايف نجم الراتسي في كل مرة يلعب ترانزيسيون أوفونسيف ما يسرع في ما يلعبش أتاك بلاسيف أنه يلقى الحلول في الأثناء شين ريكتور يتسرع ما يسجلش تعود الكرة لنجم الراتسي 12 نقطة أنتون غريدي يرجع معه رضوان سليمان في راس لحياني ثم التسديد من حسني الإلهي المتابعة للنجم الراتسي 14 ثانية الآن حسني الإلهي 12 نقطة كاملة للنجم الراتسي مثالية هذه الفترة الثالثة ونموذجية للنجم الراتسي البلوك شوت من فراس لحياني على حسني الإلهي قلنا فترة نموذجية للنجم الراتسي سجل 13 نقطة في خمسة دقائق والاتحاد المنستيري سجل 3 نقاط 13-3 في خمسة دقائق للنجم الراتسي والكلهم من جو ترانزيسيون مريض حتى ثلاثة نقاط بالنسبة للنجم الراتسي كلهم من لعب سريع من هجومات ترانزيسيون سواء فاست بريك أو جو ترانزيسيون مقطوعة من رضوان سليمان رضوان يلعب مع الأسعد ثم رضوان شين كلهم يلعبوا السيستم فور نشوفوا على شكون بشتوفة شين أمام حسني الإلهي عمر الموحلي يلعب مع فراس لحياني دانك فراس لحياني سيستم فور يصير فيه ديكالاج اللي فايت فراس لحياني ما بين كنتون غريدي يلعب بس في الزيكراون الكريزي دانكر فراس لحياني قلص فارق العشر نقاط عباسي حسني الإلهي يطلب كرة شنوفي ياخذها مع الأسعد شوية فما ميزماتش يحاول يستغلوا ما يسجلش المتابعه من رضوان سليمان حاول يلعب بسرعه الاتحاد المنستيري لسعد شويه شين ريكتور موفيس باس
تفاهم بين الأسعد شوية شين ريكتور يقول يطلب كرة البرة باش نسدد، والأسعد يقول عملت لك أنتيسيباسيون على تسديد على على درايف داخل. في الأخير عطى تورن أوفر اللي فايت النجمة الراتسي في العملية الأخيرة. هذا أكبر فارق يظل اللي خذاها 12 نقطة النجمة الراتسي خذاها أكبر فارق 12 نقطة. توا يعني بروبليم داتاك في الاتحاد المنستيري يعني 42 نقطة تقريبا. ثلاثة نقاط في 6 دقائق. وما ينجح. لي درايف الدوزيام ليني كالعادة على مستوى الخط النهائي. ممتاز. لين ديفونس الديفونس بتاع المستير. نفس السيناريو. الأسعد شوية رغوين حتى بالديفانس تاع الأرات نشوفوه حركية أكثر يعني موحلي ينجح ومرة لموحلي ديفانس الأخيرة حتى في اللي دير في اللمام اللي بوز أكتيف اللي بوز بوكو بوز كاتحاد المنستيري حد المنستيري خاصة في الدوزيام ليني رزينا برشا في راس ورغوين فما بطا ميزمات لهنا أنتون جريدي فما البلاك شوت في راس الحيني فيني بلوك شوت في راس لحيني في ثلاثة بوسيسيون في ثلاثة تلاكات أخيرة ثم العباسي ينجح كان متحرر العباسي لهنا والميريت في التمريرة في الأسيست لقى العباسي ثمانية نقاط العباسي 12 نقطة للنجم الراتي خطأ على حسني الإلهي 57 45 12 نقطة فترة ثالثة دون منازع بإمضاء النجم الراتي أخطاء لحسن الإلهي قلنا اتحاد منستيري لك صعوبات هجومية خمسة نقاط فقط في سبعة دقائق في المقابل نجم الراتسي سجل 19 نقطة 19 خمسة في سبعة دقائق في هذه الفترة الثالثة فترة تقريبا ما جاش فيها الاتحاد منستيري من حجرات الملابس 19 خمسة النجم الراتسي قدم أفضل مستوى لي في هذه الفترة الثالثة يرجع مختار غيازة مكان فراس لحيني شين رمية الحرة ثانية ناجحة قلص الفارق إلى 10 نقاط الآن 3 دقائق على نهاية الفترة الثالثة أنتون جريدي لياقة بدنية عالية لأنتون جريدي أكثر ملاعبي على بين الفريقين لعب دقائق في هذه المباراة أنتون جريدي أشرف القنوني زياد شنوفي خرج عليه الأسعد شوية ثم العباسي تبع في السكة تعود لزياد الشنوفي ثانيتين ثانية تقريبا مع البزار يسدد ما ينجحش المتابعة من النجم الراتسي عباسي وأنتون جريدي شفتوا لي بوكس أوت تقريبا غايبين في الاتحاد المنستيري ما فماش متابعة على الالتقاطات الدفاعية إذا كان ثم مشكلة في الاتحاد المنستيري هي توا بخلاف معناها الافيكاسيتي في الأتاك ثم مشكلة كبيرة برشا في الديفانس شفناهم لعبوا زون لعبوا لمهم دونك يعني بروبليم دو فيفاسيتي في الديفونس تاعهم لا ديفونس اللي تري لونت في الفيفاسيتي تاع لعبيه ترد نجم الراتي ناجح في اللعب السريع في الفيفاسيتي في في الفيفاسيتي في اللعب الديريكت سريع بيركوتو اتحاد منستيري يلاقي شويه صعوبات على المستوى الدفاع وعلى مستوى الرجوع الدفاع وعلى مستوى الالتقاطات الدفاعيه والمتابعات تحت السله تاعو العباسي ينجح يعني تدغراس محمد العباسي في هذه المباراة يعطي فارق 12 نقطة الآن ثم المتابعة كريس كراوفورد ياخذ الفاول كريس كراوفورد لعب ترانزيسيون الاتحاد المنستيري يسرع في اللقطة الأخيرة هو كان على بنك الاحتياط اللي خليها أكثر من اللازم ربيع كريس كراوفورد كان خلى لعب برشا شين ريكتور على حساب كريس كراوفورد أول دخول لناجي الجزيري لعب من نقاط قوتو دون منازع والتسديد من ثلاثة نقاط ناجي الجزيري يمكن فكر ميودراك بليزيتش حتى نوفو دو لا ديفونس اللي صغير يتحرك مليح ربما يلقى حلول في الديفونس لأنه يعني كما قلنا الديفونس تاع المسير تري لونت كريس كرافورد على الصورة رمية الحرة ناقصة كريس كرافورد أمريكي الاتحاد المنستيري الجديد 59 47 الأسعد شوية شوفوه اليوم أخذ وقت أكثر من العادة كريس كراوفورد رمية الثانية غير ناجحة المتابعة من أنتون جريدي خطأ على مختار غيازة أنتون جريدي لم دمشق استنتنا كيبوس الاتحاد المنستيري أنتون جريدي اليوم في الحركية مش طويل برشا راه يظل لا 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 قوت لكن ذكرني شوية بإيفا في الاتحاد المنستيري يعني صحيح مش طويل برشا لكن
التموقع التمركز تلعب الكرات الكل لاعب حركي سريع نجز مليح نجز مليح اللي في فون ديفونس اون اتاك استرجع الامتلاك لاتحاد المنستيري وضعية دفاعية جيدة الاتحاد المنستيري في تكتين يقول لك نحاول نطيح تحت 10 نقاط والنجم الراتي قدم فترة ثالثة نموذجية سجل فيها إلى حد الآن 19 نقطة مقابل قبول 7 نقاط 19-7 كريس كراوفورد نجي الجزيري شوف الالترنانس ما بين ديفانس دوزان ومعهم تاع النجم الراتي كريس كراوفورد بسعد شوية نجي الجزيري حاول يمر نجي الجزيري وينجح كرة ثمينة لنجي الجزيري لأنه أول تاك عملها الملاعب هذا قعد برشا على البنك كي سجلها يمكن تعطيه برشا معنويات 59-49 حاولت المرور من أشرف القانوني كل مرة يمشي ترانزيسيون رابيد فإنه في الدرايف كل ديفونس مستير ديما واقفة مش حاضرة للدرايف باش تتعاون لا بريمير لين ولا دوزيام لين خطأ الثاني ضد رضوان سليمان رضوان إذا كان رضوان الثالث رضوان وكما قلنا ما عندناش في الصابون اي مخليت جوز اخطاء في الشوط الاول اذا كان عنده واحده تو خليتهم من طاوله النقاطين يعني خطا ثالث ثالث لرضوان سليمان يرتحوا بيريزيتش سدد الرميه الاولى غير ناجح اشرف القانوني الرميه الثانيه لاشرف القانوني غير ناجحه المتابعه من فراس الحليني يمكن فراس الحليني نجم يمثل حل في الدفاع وفي الهجوم مقابل الفيفاسيتي نتاع تون غريدي هما نفس الروجيستر هما تقريبا نجموا كالكيو على بعضهم في الدفاع وفي الهجوم فراس الحليني يسدد المتابعه من العباسي يعمل روبو يلعب الكره الاولى مع حسني الالهي دقيقه 20 ثانيه في هذه الفتره الثالثه 59-49 حسني الالهي امامه ناجي الجزيري تمبوريزي نجم الراتسي يحاول يربح ال 24 ثانيه زاد الشنوفي ثم تعاود توصل للعباسي مع فراس الحياني الكونتر من مختار غياز حسن شويه الدفاع لمختار غيازه كريس كراوفورد حاول يسرع كريس كراوفورد نجي الجزيري كريس كراوفورد يلعب مع فراس الحياني مع هونتون غريدي حاول يدور فراس الحياني ويسجل قلص الفارق فراس الحياني في كل مره قدم حلول اضافيه للفريق نتاعو فراس الحياني سواء في مباراة بونوس مع رادس ولا حتى في مباراة نادي الافريقي نهار السبت كنت شاهدتها فانه في كل مرة المرة يلقى روحه في ديفيكولتي الاتحاد المنستيري فانه يعول على فراس الحياني في اللعب بالظهر نتاعو يدور على ظهره ويدور على ساق البيفو تايم اوت 59-51 8 نقاط امام البنك الاتحاد المنستيري رضوان سليمان منرفز برشا على الخطا الثالث اللي تم اعلانه ضده من الحكم يقول انه تظلمت في السفره الاخيره ثبت له الخطا الثالث اللي خلاه غادر الخماسي وهذا رصيد الاخطاء في كل او رصيد النقاط 22 نقطه لونتون غريدي 10 عباسي 10 القانون يعني الثلاثي هذا فقط سجل 42 نقطة من 59 الاتحاد المنستيري 14 نقطة في راس الحياني 9 عمر عبادة ما نشوفوش رضوان وما نشوفوش حمودي في الاسكورور الاسكورور الناتوريل في الاتحاد المنستيري هذا علاش ربما نلقاو الاتحاد المنستيري مسجل كان عنده 50 نقطة لأنه مردود الهجومي نتاع رضوان وحمودي مش كالعادة دونك زاد لي بوزيسيون كان ياخذوا فيهم ولا ياخذ فيهم معاهم اللاعب كريس دونك ما عادش عندهم نفس البوزيسيون لأنه نعرف اللي هجومات الاتحاد المنستيري كان دائما الماجور دي بوزيسيون عند رضوان وحمودي وشفناهم اليوم قعدوا برشا على البنك مش كالعاده لعبوا برشا وقت هذاك ربما نقص لهم في المردود الهجومي نتاعهم 46 ثانيه تقريبا ثلاثه امتلاكات في هذه الفتره الثالثه عمر بوعليك اوه في راس الحيني يعمل في نهايه فتره متميزه هذا ثالث بلوك شوت يعمل في راس كان في الحيني اللي تعداو ملاعبين الدرايفر تلقى الدوزيام لين ديما بور لي كونتر يعني مشي القانون اللي هي كانت نقطه ضعف الاتحاد المنستيري شوف تو بغيزه وفراس هذا التروازيام كونتر في الدوزيام لين هذاك علاش
تحسن الدفاع الاتحاد المنصري. شنوفي 8 ثواني الخطأ على المختار غيازة، خطأ معلن على المختار غيازة وسط احتجاج كبير من الاتحاد المنصري وبنك الاتحاد المنصري على عملية الخطأ الأخيرة. برشا أخطاء معنا ضد الاتحاد المنصري في مباراة اليوم، قلنا ما عندناش برشا رصيد الأخطاء، لكن احتجاج على صافرة الحكام اليوم من مختار غيازة رضوان سليمان، وخطأ فني ضد النجم الراتي، ظلي خطأ فني ضد بنك النجم الراتي الآن. فماش علاش، لأن الخطأ تزفر لصالحهم النجم الراتي، المفروض الخطأ الفني ياخذ بنك الاتحاد ربما ضد رئيس الاتحاد الراتي ضد النجم الراتي خطأ فني. 51 ناجي الجزيري عمل دخول جيد في المباراة، ناجي الجزيري يفشل في الرمية، ناجي الجزيري 51-51 مع 8 التسديده الاولى لطبيعه الخطا اللي معلن، يرجع الخطا الاول من بعد يرجع للخطا المعلن مختار غيازه لصالح نجم الراتي وزياد الشنوفي. شنوفي ما سجلش الرميه الحره الاولى عكس اللي بدات عليه المقابله ربيع، قلنا في الشوط الاول ثم ماش بليزان مش برشا نرفزيتي، توا ظلت فما شد عصبي، فما شويه شد عصبي صحيح، نشوف شويه نرفوزيتي على الدوزيكيب صحيح، فما احتجاجات في الشوط الاول من النجم الراتسي حتى المباراه كانت توقفت، ثم احتجاجات عديده من الاتحاد المنصري على الاخطاء المعنى ضد لاعبيته، الخطا الثالثه والرابعه الحمودي، الثالثه لرضوان سليمان، نسعد شويه يعمل الدرايف ما يسجلش، نسعد شويه انطوني غريدي موجود في الدفاع، ثم النجم الراتسي كالعاده يعكس الهجوم تقريبا في ثلاث ثواني، حول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، مازال ثانيتين في الهجوم، ناجي الجزيري يسدد من بعيد وتنتهي الفتره الثالثه بتقدم النجم الراتسي 62-51، افضل فتره للنجم الراتسي في المباراه، سجل فيها 22 نقطه قبل 13 22-13 للنجم الراتسي في الفتره الثالثه، يعني دفاعيا تخلي الاتحاد المنصري بالاسلحه الهجوميه نتاعو في 13 نقطه في 10 دقائق، يعني دفاعيا عمل دفاع جيد النجم الراتسي، هجوميا 22 نقطه تقريبا 80% 90% منهم على لعب سريع ومباشر وجو ترانزيسيون وترانزيسيون اوفنسيف في الكره الثانيه. في المقابل الاتحاد المنصري باستثناء فترة أولى كانت إكزومبلير سجل 21 نقطة قبل 16 وصل أخذها 19-9، فإنه فترة ثانية متوسطة عموما وفترة ثالثة ما لقاش فيها نجاعته خاصة الهجومية، لأنه دفاعيا ضد نجم الراتسي تنجم تقبل 22 نقطة في فترة، لكن هجوميا 13 نقطة نجم الاتحاد المنصري ما لقاش الريوسيت نتاعو على المستوى الهجومي وما لقاش ملاعبيه مفاتيح، وتقريبا الاستثناء مثله شويه فراس لحياني من بعض المتابعات وبعض التوغلات، باستثناء فراس لحياني فتره ثالثه تقريبا لسكورور ناتوريل الملاعبيه اللي مستثمر ماركي في المستير ما لقاوش النجاعه نتاعهم في هذه الفتره الثالثه، لانهم زادوا التغييرات البرشا نتاع المدرب، ربما هو في نطاق التورنوفر يرتح في الملاعبيه، لان ما لقيناش خمسه او اربعه لاعبين في الاتحاد المنصري يلعبوا فتره طويله مع بعضهم، دونك يافي بوكو تشانجمون اللي اثر، ربما مناش حمودي وفراس ورضوان يلعبوا كالعاده 25 و30 دقيقه مع بعضهم تقريبا لحد الان، الخمسه نتاع الاتحاد المنصري فماش خمسه لعبوا موين مو ان كارتون مع بعضهم، هذاك ربما التغييرات اللي ما خلاش الاوتوماتيزم ديال ليكيب في الاتاك يكونوا كما العاده بيان ولي، حتى الملاعب اللي يمكن يدخل شويه في المباراه يعاود يرتاح برشا يعاود يخرج من المباراه ذهنيا وبدنيا. في المقابل النجم الراتسي قاعد يستثمر في الخمسه سته ملاعبين اللي قاعد يدور فيهم، عنده ثلاثه ولا اربعه لعبوا لحد توا تقريبا اليوم، شنوفي اوتون غريدي عمر بوعليك دونك لعبوا براتيكمون المباراه كامله، وعكس الاتحاد المنصري اللي المدرب قاعد يفركس في الحلول الهجوميه، قاعد ربما يقول لك الرتح اللاعبين لكن هذا اثر على المردود الكولكتيف بتاع الفريق. اوتون غريدي زياد الشنوفي من ثلاثه نقاط، ينجح زياد الشنوفي
ثلاثة نقاط من زياد الشنوفي. دوزيام بال هزها تينغريدي خرجها لزياد. طلع بها الفارق إلى مستوى إيجابي 14 نقطة كاملة، أعلى فارق في المباراة إلى حد الآن للنجم الراتسي. لصعد شوية من الثلاثة نقاط، يعيد الأمور كما كانت إلى 11 نقطة، لصعد شوية. جازف بها ضد دفاع منطقة بريمير أتونسيون شاتها. عمر بوعليك، زياد الشنوفي. عمر بوعليك. دايما يلوجوا في الدراي. أشرف القانوني عمر بوعليك، 8 ثواني للنجم الراتسي قاعد يهز في الأتاك لل 24 ثانية، ودفاع جيد من الاتحاد المنستيري. عمر بوعليك ينجح رغم الدفاع نتاع الناشئ الجزائري، فهو ريوسيت كبيرة لعمر بوعليك، وريوسيت بصفة عامة 9 نقاط بين الاتحاد والنجم الراتسي تقريبا في 3 بوزيسيون. حركة شوية الريوسيت في الفريقين من 3 نقاط، مقطوعة من كريس كراوفورد، ثم مختار غيازة قطع كرة وفاست بريك ناجح للاتحاد المنستيري. الأول دقيقتين هذوما نتاع بداية الفترة الثالثة فيها برشا ريوسيت، 9 نقاط قلنا من 3 نقاط، زوز للنجم الراتسي واحدة للاتحاد المنستيري. قطع كرة وكونتر اتاك ناجحة للاتحاد المنستيري، 68-56 مع 12 نقطة كاملة للنجم الراتسي اللي قاعد يعمل في مباراة جيدة في هذا الشوط الثاني. وعمر بوعليك 2-2 6 نقاط، ريوسيت كبيرة لعمر بوعليك في الامتلاكين الاخرانيين النجم الراتسي. عول العمر بوعليك من 3 نقاط، وعمر بوعليك في زوز امتلاكات ينجح في 6 نقاط كامله، 71-56 15 نقطه كامله، اعلى فرق في المباراه للنجم الراتسي. مختار غيازي يسدد من مسافه متوسطه وينجح. مختار غيازي 4 نقاط في كثير من الفريقين، عمر بوعليك ومختار غيازي خاصه في الدقيقتين هذو هما اللي مثلوا حلول هجوم راتسي والمستير. 71-58 أنتون غريدي مقطوعة من فراس لحياني، يعمل في شغل كبير فراس لحياني، مش ظاهر برشا لكن يعمل في شغل كبير. كريس كراوفورد لين وان ياخذ الخطأ وياخذ مع البونوس. كريس كراوفورد رجع الأمل للاتحاد المونستيري، مجنونة بداية هذه الفترة الرابعة. كريس كراوفورد عمل انترسبسيون وعمل لين وان. مختار غيازة تسديدتين 4 نقاط، عمر بوعليك من 3 نقاط تسديدتين 6 نقاط، ريوسيت توتال بالنسبة للتسديدة 100%. يعني خليني نقول لك اللي في الامتلاكات الأخرى الكل من بداية الفترة الرابعة إن ريوسيت 200% للفريقين معناها ما فما حتى بريز انيسياتيف ضاعت في سوسوال النجم الراتسي والاتحاد المنستيري. 10 نقاط 7 دقائق، يخرج كريس كراوفورد يرجع شين. عمر بوعليك عمل لقاء كبير، عمر بوعليك حركية رهيبة. أشرف القانوني أمام عمر الموحلي، ثم زياد الشنوفي يبحث عن العباسي الهاي لو ما يمشيش، تمشي لي أنتون غريدي، التسديد من أنتون غريدي، ثم المتابعة الخطأ للاتحاد المنستيري، خطأ في الهجوم ضد نجم الراتسي، خطأ للاتحاد المنستيري. في كل مرة كيف كيف وقت يطول شوية الهجوم النجم الراتسي يبحث على الهاي لو. تعرفوا اللي العلاقة زياد شنوفي أنتون غريدي عباسي كيف كيف ناجحة، جيون تريونجل قاعد يمشي مليح في النجم الراتسي كي يلعبوا ثلاثة هذوما مع بعضهم. والاتحاد المنستيري كأني بي فما سوبسون تاع تحسن دفاعي، تحسن دفاعي تريونجل، هذا في الدفاع عنده دور كبير عكس التريونجل نتاع الاتحاد المنستيري برضوان وحمودي وفراس، مرات تلقاه أضعف شوية في الدفاع. حمودي مع أنتون غريدي، حمودي يلعب مع عمر الموحلي، يعمل ليكرو يحرر عمر الموحلي. 4 ثواني 3 ثواني فراس لحياني، ثم سوء تفاهم لانه فراس لحياني تقريبا كان تردد بين التسديد والتمرير وخذ الديسيزيون نتاعو في هو في الهواء تقريبا. هذاك يمكن حمودي ما انتظرش التمريره الاخيره لانه طلع باش يسدد ثم غير رايه. يقول لك في كره السله وقت تاخذ اون ديسيزيون تكمل فيها للاخر، يعني اما مش لوح الكره سورانتير ولا مش عامل مارشي. لسعد شويه فراس لحياني، شين فراس لحياني، لسعد شويه جرب حظه من ثلاثه نقاط ما سجلش. متابعه من العباسي، كره للنجم الراتسي. عمر بوعليك يلعب مع أنتون غريدي، حاول ياخذ وقته النجم الراتي اللي يمشي ترانزيسيون اذا لقى روتي ديفونسيف سريع من الاتحاد المنستيري. يلعب لاعب كونتران بحمودي باربع اخطاء،
من خير التصويت. الشنوفي صوب لأن حمود الاتفاق رسيد سيرويه خاطر عارفه بربع أخطاء. على ذاك كان جو نيزولاسيون بين الشنوفي وحمودي لأنه يعرف الشنوفي أنه حمودي ممنوع من الخطأ. الرابع الخامس قل لك كان خرج عليا نحاول نمشي نعمل درايف ركب له خامسة إذا ما خرجش عليا فإنه تسديد يكون مفتوح وهذا اللي صار في العملية الأخرى. يزيد الإفيكاسيتي يزيد يسجل دونك يقعد حمودي دائما هو في مشكلة في الدويل هذاك. عمر بوعليك في دفاع عالي مع شين ريكتور. عمر بوعليك توصل كرة للعباسي يلعب مع أنتون جريدي ثم ينجح على طريقة أنتون جريدي. لافيتي دو جوستيس حمودي. وفي كل مرة تصير لورونتاسيون أوفونسيف تاع نجم الراتسي علان وين موجود حمودي. موجود حمودي. 15 نقطة كاملة للنجم الراتسي ثم الانوان من شين ريكتور وفي كل مرة يعمل بريك كبير النجم الراتسي ديريكتومون وراها ينجح في ثلاثية الاتحاد المونستيري تخليه في اللقاء قبيلة مع الأسعد شوية لين مع شين 76-64 في فترة شوط ثاني لقى فيه ريسيت كبيرة النجم الراتسي قبل تقريبا 6 دقائق وصل النقطة 76 في المقابل دفاع الاتحاد المونستيري يلقى صعوبات كبيرة وقت فريق يلعب ترانزيسيون ويلعب بسرعة ما يطولش في الهجوم فإنه يضيع الروبير في الدفاع الاتحاد المونستيري 76-65 11 نقطة شنوفي أنتون جريدي جنوني حسني الإلهي يعمل الإكران تمشي كرة لشنوفي 7 ثواني في الهجوم فما ميزماتش لصعد شوية في دفاع على زياد شنوفي يعمل في لقاء كبير يعمل في لقاء الموسم زياد شنوفي ستيب باك ريوسيت مجنونة بوكو دو تكتيك انديفيديال لا تمبوريزي حتى عدم انزيلاسيون بريسك في الدوباني ماتش الديفونس الاتاك كلها لجهه الاخرى على اليمين على اليسار قاعد يلقى في الحلول زياد شنوفي في التسديد المتوسط 78-65 موحلي التسديد لسعد شويه من ثلاثه نقاط ينجح حسن شويه لسعد شويه في التسديد من بعيد الحل الوحيد من الاتحاد المونستيري في التسويات من برا لانه حتى ما ريناش حمود يلعب بريسك فوسكات في البودي ورينا الاسعد هو اللي لقى الحلول في التوقف متابعه بوزيسيون الاتحاد المونستيري 78-68 4 دقائق و 41 ثانيه هذه العملية الأخيرة الحسنى لله والاعتراض من شين ريكتور طلب بخطأ من أمين رزيد العملية الأخيرة رغيس سليمان يعود شين ريكتور كان مسعد شوي عمر عبيد يظل يشتكي من إصابة لأنه خرج متألم في الشوط الأول ومن وقتها ما رجعش يقول عمر عبيد مصاب بالمنطق ما ينجم يكون كان مصاب لأنه ما لعبش منذ خروجه في الشوط الأول شين حمودي رضوان سليمان شين ريكتور شين يحاول يسدد ثم البلاك شوت من اشرف القانوني المتابعه الفاست بريك وناشف اشرف القانوني يعمل بلاك شوت وتطهلوا ليني في الترانزيسيون سرعه رهيبه وديزاتاك كلير ناجحه تخلي النجم الراتسي ياخذ 12 نقطه قبل 4 دقائق تميز النجم الراتسي على مستوى الفيفاسيتي واللعب السريع وعلى مستوى الريوسيت 80 نقطه مازال 4 دقائق عمر الموحلي كيف سيرد الاتحاد المونستيري الان عمر الموحلي رضوان سليمان مع انطون جريدي سدد من ثلاثه نقاط رضوان سليمان المتابعه من انطون جريدي وكره للنجم الراتسي حسني الالهي من جراند ديفونس لابار دراتس في الفيفاسيتي الموبيليتي بتاعها الديفونس ومع هذا لانه رينا حمودي يلعب في البوست كات تقريبا في وسط البوتي ضد زون وهو حل من حلول التصويب من برا نورمال ما كان ينجم يلعب فور اوت ضد الزون وحمود يكون سوليسيون برا خير من يلعب تحت السيرفي خطا ضد رضوان سليمان رضوان سليمان يهز الكره الحكم يقول له لعبت الكره فماش خطا الحكم شابي يعلن على الخطا يخرج شين 12 نقطة للنجم الراتسي شوط ثاني رهيب للنجم الراتسي 40 نقطة في 36 أو في 16 دقيقة في المقابل تتواصل متاعب الاتحاد المونستيري على المستوى الدفاعي
زيد الشنوفي افضل لاعب في الشوط الثاني في المباراه، انتون غريدي افضل لاعب في الشوط الاول، وزيد الشنوفي افضل لاعب في الشوط الثاني. الخلاصه 13 نقطه قبل 3 دقائق و23 ثانيه. تايم اوت اجمل راتسي 4 على 13 حسن احصائياته في الثلاث نقاط، يدور في 42 يدور في 62 نقطه، وسجل 17 رميه حره 81 نقطه، 6 التقاطات هجوميه 22 التقاط دفاعي 14 خطا. هذا عمر عبيده قلنا يبدو انه يشتكي من اصابه لوجيكمون، لانه خرج اي فوالا هاو عماد زغدان اصابه على مستوى المولي، هو كان تضرب عليها قبل بكر بولي على مستوى المولي. هذا احصائيات النجم الراسي، نعم نطلع على احصائيات الاتحاد المونستيري. الاتحاد المونستيري افضل شويه في الثلاث نقاط بعد تسديدات لاصعد شويه 35%، يدور في 66% تقريبا من نقطتين كما بالضبط كما النجم الراسي، و10 على 17 في الرميات الحره، 10 نقاط من الرميات الحره 59%، التقاط دفاعي 14 التقاط هجومي 1. شوف الفرق لهنا، نجم الراتسي عنده تقريبا 6 التقاطات هجوميه، الاتحاد المونستيري التقاط هجومي 1 تقريبا تفسرهم ال 13 نقطه بالديفيرونس في الرميات الحره، 17 نقطة من رمية الحرة رادس 10 الاتحاد المونستيري، وبالكرات الثانية هذوك الستة التقاطات الهجومية هذوك تقريبا يتفسروا غاديك 13 نقطة لخدام النجم الراتسي لحد الآن. لاصعد شوية 3 على 3 في هذا الشوط الثاني، 3 على 3 لاصعد شوية، حسن برشا وطلع برشا في إحصائياته من الثلاث نقاط لاصعد شوية. حسني الإلهي معه لاصعد، عباسي معه، رضوان سليمان تمشي الكرة لحسني الإلهي، زياد الشنوفي لقاء كبير لزياد الشنوفي في الشوط الثاني، وكما قلنا المثلث التريانجل اللي تعب برشا الاتحاد المونستيري، عباسي أنتون غريدي وشنوفي في مراكز 3 و4 و5، هذو من نقاط قوة النجم الراتسي إضافة للترانزيسيون السريعة. 10 نقاط دقيقتين ونص، كريس كراوفورد ياخذ الخطا، كريس كراوفورد على اشرف القانوني، كريس كراوفورد الاتحاد المونستيري يقول لك دقيقتين ونص الان 71 81 ما عادش عنده لو لوكس باش يلعب ال 24 ثانيه برشا الاتحاد المونستيري الان، يقول لك نربح الوقت نكمل الهجومات نتاعي في اقل وقت، نحاول نعمل ديستوب في الدفاع لمحاوله العوده في المباراه. ولا النجم الراتسي تقريبا منذ الفترة الأولى فإنه تقدم في الشوط 40-38، تقدم في الفترة الثالثة 62-51، ومتقدم الآن 8 نقاط، يعني قاعد يجري منذ ثلاثة فترات النجم الراتسي قاعد ياخذ في الليكار، الاتحاد المونستيري ما عاودش خذ الليكار من اللي خذاه في الفترة الأولى. كرة للنجم الراتسي، حسني الإلهي مع لاصعد شوية. نشوفوا النجم الراتسي توا. مقطوعة من حمودي، لاصعد شوية يمشي للفاست بريك ثم الخطأ. على حسني الإلهي، الاتحاد المونستيري في كل مره يحسن شويه الدفاع نتاعو، في كل مره يلعب قصير ويعمل يحاول يقف ياخذ ديستوب، فانه قاعد يقطع في كرات. مشكلة تاع الاتحاد المونستيري انه يلعب رزين شويه وطويل، في كل مره يقصر، في كل مره يلعب بالموحي يمكن بلسعد شويه، يلعب شويه في فاسيتي كي ساليني مع ستيل دو جو تاع رادسي، يقطع كرات ويمشي للكونتر اتاك. 22 ثانيه 81-73، 8 نقاط ثمينة جدا للرميات الحرة نتاع لاصعد شوية لمحاولة العودة في اللقاء. 81-74، 7 نقاط الآن، تشتعل المباراة في دقائقها الأخيرة. اتحاد المونستيري مرماش المنديل رغم الليتات جراس والريوسيت الكبيرة للنجم الراتسي، فانه في كل مره القافي لاصعد شويه النجم الراتسي. امين رزيق يطلب التايم اوت، والاتحاد المونستيري خليني يقول انه يدين بالعوده نتاعو اكسكلوزيفمون لاصعد شويه. 3 على 3 من 3 نقاط في وقت تلقاو برشا صعوبات في دفاع المنطقه. ستوب ونقطتين من رميات الحره، يعني 11 نقطه في تقريبا 4 دقائق الاخرانيين، 4 دقائق 30 ثانيه، 11 نقطه اللي لاصعد شويه يمكن اللي ما عملوش في مباراة كاملة.
عملوا في الاربع دقائق هذم يذكرني شويه بالاسرع شويه نتاع النادي الافريقي، النادي الافريقي لاكروشور اللي كمل يلعب للاخر، ليماج دو الاسرع شويه اللي كان في النادي الافريقي اللي يلعب للاخر يرجع فريقه في المباراه. نذكروا لنجم الراتسي وصل بخذا 15 نقطه في هذه الفتره الرابعه. الاتحاد المنستيري يعمل كامباك ويعود في المباراه الى مستوى 6 نقاط قبل دقيقتين وعشرين ثانية. وكرة السلة كرة التشويق بامتياز زميلنا مروان العليبي في كنوز افام يبعث لي الريزلتا تاع المباراة الاخرى. كل شبيبة القيروانية فازت على النجمة الساحلي 82-54، يعني انتصار كبير للشبيبة القيروانية في وقتها. لازم شبيبة النجمة الراتسي مازال ما لقاش توازنه في هذا البلاي اوف. و ديريك جرومبيلي 78 نادي الفيقي 70. مشكور مروان وكل من يتفاعل معنا كيفتين على نهاية المباراة 81-75. مباراة حلوة باش تكون نهار السبت ان شاء الله بين الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان في المنستيري، مع عودة ولقاء كلاسيكي مع عودة شبيبة القيروان وانتصار على النجم الساحلي ترجع في الكورسة من اجل الذهاب الى السوبر بلاي اوف. عمر بوعليك زياد الشنوفي 6 نقاط تقتين كرة لعمر بوعليك. نجم الراتسي تو مش يمشي للزاتاك الطويل باش يربح الوقت ولا مش يكمل يلعب هذاك المنستير. أنتون غريدي ينجح لا ثم المتابعة من أنتون غريدي. أنتون غريدي هو للأمانة ملاعب حركي وسريع ويلعب على الكرات الكل، لكن فما نقطة استفهام كيف كيف الاتحاد المنستيري على البوكس اوت وعلى البروتكت رينج، يعني على حماية الخطأ الخامس لحمودي على حماية السلة. الاتحاد المنستيري يعني مفروض تحت سلته يعني يكون أكثر أوتوريتير لأنه صحيح ما نجموش ناحية المريت والفازيتين تاع أنتون غريدي، لكن كيف كيف ما تنجمش تقريبا كرة على اثنين ياخذ هيلك أنتون غريدي تحت السلة تاعك، فما مشكل تاع أوتوريتي ديفونسيف على مستوى لي بوكس اوت والمتابعات الدفاعية في الاتحاد المنستيري. 81-75 قلنا الخطأ اللي خلي حمودي يغادر للخامسة. المتابعة ثم ناجحة من أشرف القانوني دقيقة 47 ثانية 8 نقاط أشرف القانوني صعد الفارق إلى 8 نقاط. كرة الاتحاد المنستيري كريس كراوفورد يسدد من 3 نقاط. المتابعة لفراس الحياني ثمين يعطي فرصة أخرى للاتحاد المنستيري، ثم عمر المحلي من 3 نقاط يسدد وما ينجحش. المتابعة مرة أخرى من عمر المحلي يحاول يلقى الحلول من 3 الاتحاد المنستيري للعودة في المباراة، ثم رضوان سليمان 3 على 3 وما سجلش حتى واحدة كرة من عمر بوعليك، يعني على 3 محاولات او 4 يظهر لي من 3 نقاط الاتحاد المنستيري فانه ما نجحش في حتى واحده. وعلاش اصر في الاتحاد المنستيري الى فرصيه على خاطر يقول لك 8 نقاط مازالوا دقيقه 20 ثانيه تقريبا من الحلول اللي تخلي نرجع في المباراه وننجح في الثلاثيه، لانه النقطتين تقريبا سجل نقطتين وبعد نجم الراتسي ياخذ يلعب 24 ثانيه تقريبا حتى كان يلعب 24 ثانيه وما سجلش وتقعد النتيجه 6 نقاط فانه يطيح يعاود بالدفاع ربما باش يرجع في اللقاء يعاود بالدفاع مش عامل كان على عملوهم لاعبيه الاتحاد المنستيري. وفي المقابل النجم الراتسي استفاد جدا بالسله الاخيره لحسني لله اللي طلعت الاحتكار 8 نقاط خطا ضد الشنوفي اللي فايت في راس الاحياني اللي ذكره كان عمل روبون فونسيف في العمليه الاخرى الاولاني اللي خلى الاتحاد المنستيري ياخذ روبون او ياخذ الامتلاك. احتجاجات متواصله على صفرة التحكيم من الاتحاد المنستيري رضوان سليمان تحديدا. فراس الاحياني ينجح في الرمية. وكان نشوف اسباب اخرى نتاع النجاعة الهجومية في الاتحاد المنستيري ربيع، قلنا انه المدرب غير برشا يلوث في الخماسي الانفر ربما او يرتح في اللاعبين اثر على المردود الجماعي نتاع الكيب. الحاجة الثانية حمودي اللي ما كانش في النهار ثلاث أخطاء في الشوط في نصف المقابلة ممكن أثر عليه في الجيل الرابعة تزفرته بكري هذاك ربما أثر على المردود الهجومي. عنوان من كريس كراوفورد خطأ على عمرو بوعليك يستميت الاتحاد المنستيري في اللقاء دقيقة 10 ثواني يلعب لشانس نتاعو للآخر الاتحاد المنستيري في هذه المباراة. لهنا لا محالة فما
حصان الكرة من كريس كرافورد، لكن كيف كيف كان فما مع عدم الماتريس تكنيك من عمر بوعليك في الخروج كرة الأخراني. خلي الاتحاد المنستيري يبقى في المباراة بفضل كريس كرافورد، خلي عمر بوعليك يخرج وخلي مكانه في النجم الراتسي. ما فماش لاعب منسق صريح تاع مارير نونور اللي طلع كرة هذاك، علاش توا تقريبا ثلاثة كرات خسروهم في اللي بريسينغ تاع الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري يستميت يلعب حظوظه للثواني الأخيرة في هذه المباراة. كريس كراوفورد ينجح يقلص الفارق لأربع نقاط. كرة السلة رياضة جميلة ومشوقة ومثيرة للأعصاب. شوفوا هنا شنوفي اللي طلعه في الكرة بحكم تجربته والتكنيك بتاعه، هنا ربما اختيار صعب من نجم الراتسي. مقطوعة من فراس لحياني يمشي للفاست بريك، فراس لحياني ويأخذ ذنوان. يعود الاتحاد المنستيري في المباراة بعد 15 نقطة كاملة، يعمل كامباك تقريبا ميؤوس منه لولا ثلاثة قطع كرات منهم زوز فراس لحياني، ولولا ثلاثة رميات ثلاثية لأسعد شوية. فراس لحياني ولأسعد شوية أمضوا على الكامباك رسميا للاتحاد المنستيري في اللقاء بعد 15 نقطة. يثبت شخصية كبيرة للاتحاد المنستيري في العودة في قاعة رادس بالذات قبل 55 ثانية. نشوف في بنك الاتحاد المنستيري تقريبا جالفانيزي بسيكولوجيكمون لاعبيه. تقريبا 15 نقطة تعود في دقيقتين. الاتحاد المنستيري اثبت شخصية كبيرة وخلينا هو والنجم الراتسي نعيشوا واحدة من احلى المباريات في هذا الموسم للأمانة. لقاء ريبونديسمون، اتحاد ياخذ 19-9 مع بداية المباراة. النجم الراتسي يأمن حظوظه يلعب للآخر ويوصل ياخذ 15 نقطة في الفترة الرابعة. الاتحاد المنستيري يعود في المباراة في دقيقة ونص، ورغم الأخطاء ورغم خروج حمودي ورغم إصابة عمر عبيدة فإنه يعود 83-82 قبل 55 ثانية. التكهن باسم الفائز أمور مستحيلة في قاعة بوهيما برادس. طوميو للمشاهد التونسي في لقاء كما قلنا ما نجمه كان نشكره فيه الفريقين على هذا الماني تايم. أكثر من هذا لقاء بشيزنا للكلاتش تايم يبدو لهنا كيف كيف ثراء الرصيد البشري. وقت توحل ما تلقاش حمودي بتاتا ما تلقاش الاستورير ناتوريل نتاعك، يطلع لك لسعد شوية ولا يرجع لك فراس لحيني في المباراة. نجم الراتسي عمل لقاء نموذجي بحركي نجاعة قصوى. الاتحاد المنستيري لافليشي الفترة الثانية الفترة الثالثة وخمسة دقائق الفترة الرابعة ثم الخمسة دقائق الأخيرة في الفترة الأخيرة يعمل الكامباك. لقاء مجنون بين الاتحاد والنجم كسائر لقاءات هذا الفريق أو ذاك في المباريات اللي لعبوا ضد بعضهم. 82 كرة النجم الراتسي 15 نقطة أخذهم النجم الراتسي ربيع، ربما يطمئن ما عرفش يبدل التومبو دي ماتش في وقت ذاك وقت خذها فيه قاعد يلعب نفس الوتيره وما كانش يامن انه الاتحاد المنستيري نجم يرجع. خطا حسب طبيعه اشاره الحكم فانه خطا متعمد او غير رياضي، يتبدل التسميه غير رياضي، خطا غير رياضي اللي يعطي الرميه ويعطي البوزيسيون للاتحاد المنستيري. امامنا اشرف القانوني ثالث اخطاء في اللقاء. لقاء ذو سيناريو مجنون للأمانة. سكة مسؤولية كبيرة لرضوان سليمان في الرمية الحرة، منجحش في تعديل النتيجة، أول تعديل النتيجة للاتحاد المنستيري منذ تقريبا 20 دقيقة. رضوان سليمان ينجح في الرمية 83-83 مباراة تعاود تلعب من جديد. هي كان نشوفوا برولونغاسيون في اللقاء هذا يولي تقريبا سيناريو معطي. لا اي معناها يلزمك ترجع للتاريخ كبير برشا باش تشوف انه ثلاثه لقاءات ثلاثه توفى برولونغاسيون وي تنسي 83-83 بروسيسيون الاتحاد المنستيري. كريس كرافورد يطلب ليكرون، كريس كرافورد يوفره له رضوان سليمان يلعب مع فراس لحياني. عمر الموحلي كريس كراوفورد يسدد من ثلاثة نقاط ناقصة تمشي لعمر الموحلي، عاود يخدم الكرة الثانية والسكند شانس الاتحاد المنستيري. 28 ثانية في المباراة، 8 ثواني في الهجوم. لقاء مجنون، كريس كراوفورد يعمل الستوب اند جو ثم يسدد ما ينجحش. 17 ثانية 15 ثانية أنتون غريدي وخطأ لفراس لحياني. فراس لحياني يحسبها
قل لك اذا باش 14 ثانيه نخلي توقيت الهجوم هو توقيت المباراه بالنسبه ما عندهمش اربع خطا جماعيه مازال ما وصلوش الخطا الخامس 83-83 كره المباراه لمن الجيم وينر لمن سلت الربح للنجم الراسي والاتحاد المنستيري 5-4 ثواني محاولة المرور ثم ينجح سيران درايف كالعادة بل زوج ثواني ينجح في درايف كما العادة كما قلت حسني ليلي تقريبا الإيماج تاع المباراة الكل تنتهي ب درايف تنتهي بتوغلات سريعة النجم الراتسي لأنه هذو من الكومبارتيمون اللي مشى فيهم النجم الراتسي تسديدات زيادة للشنوفي الكرات الثانية وتوغلات أنتون جريدي والسرعة والتوغلات تاع حسني الإلهي وعمر بوعلاق نذكروا اللي خرج بالخطأ الخامس زوز ثواني وأربع أجزاء بالمئة على نهاية المباراة 85-83 هل يعادل نتيجة الاتحاد المنستيري في هذه الثواني أم يقوم النجم الراتسي بدفاع دون أخطاء هذا ما ننتظره من كلاتش تايم وفي بكل وعوده ومباراته في كل وعوده فينيتين ممنوعة على ذوي القلوب الضعيفة السيناريوهات اللي نشوفوها ربيع مش نشوفوا النجم الراسي واصل في دفاع المنطقة ولا لكن المفروض يمشي الدفاع 1 اون 1 والاتحاد المنستيري نتصور انه ما عندوش اختيارات كبيرة في الاتاك دو سكوند كديزيام تصور مش يعمل ايزولاسيون مع كريس مش يعمل ايزولاسيون مع كريس و فينيتين هي الأهم بالنسبة للاتحاد المنستيري ولا النجم الراسي في دفاع منطقة دائما رد دفاع منطقة يعني جاذب بالتصويب خير جاذب بالتسديد من بعيد خلي الاتحاد المنستيري يصوب 82.4 اجزاء بالمئة نصعد شويه في راس الحيني ثم عمر المحلي ناقصه وتنتهي المباراه بفوز النجم الراتسي 85-83 في لقاء فرجوي ومشوق شهد عديد التقلبات أول انتصار للنجم الراتسي على الاتحاد المنستيري في موسم الأثناء أول هزيمة للاتحاد المنستيري يعمل سيري إكزومبلير 14 فوز 15 مباراة 14 فوز للاتحاد المنستيري النجم الراتسي 15 مباراة 12 انتصار وثلاثة هزائم مباراة حلوة فرجوية على مستوى سكورينج عالية 85-83 فرجونا ورونا كرة سلة حلوة النجم الراسي والاتحاد المنستيري مبروك النجم الراسي وكيف كيف مبروك الاتحاد المنستيري اللي ورى شخصية رهيبة بعد العودة من 15 دقيقة أو 15 نقطة في هذه المباراة هذا الاتحاد المنستيري يحكي معهم أمين القريشي المسؤول ونمشيو لفراس الحيني مع رضوان سليمان فراس بن سعد فراس الحيني كنت فراس بن سعد يا عم سالو رجعنا رجع معك رجع دونك ربيع معنا رضوان سليمان لاعب الاتحاد المنستيري رضوان مباراة شفنا فيها كل شيء الاتحاد المنستيري خذا فارق 10 نقاط النجم الراسي خذا فارق 15 نقطة تمكنتم من العودة في الأخير لكن النجم الراسي عرف كيفاش يحسم مباراته مبروك عليهم ربحوا الماتش مبروك عليهم نحن الحوايج اللي صارت لنا البريود الأخرى تنحيط انترونور جديد مش يحط فيلوزوفي جديدة نتاع لعب وبدل الترونجي ويجيب ترونجي اخر في بيريود ترانزيتوار ما زلنا برشا حوايج باش يصلحوهم مي برجولية فما بوان راهي تعبتنا برشا نحاولوا بكل ما في وسعنا في ليكيب ناسيونال ولا في ليزيكيب كل الجوار ديليت ولا حتى الجوار اللي مش في الليليت الناس كل تخدم باش تنهض بكرة السلة مش معقول بالمستوى هذا متاع التحكيم راهو نحن نحبوا نطلعوا وهما يزبدوا فينا اللوطة مش معقول بالكل راهو فما معناها النيفو مينيموم ينزل يكون موجود فما حوايج فلاجراند راهو تجي تلعب ماتش باسكيت تخرج من عقلك تدخل في متاهات معناها كي كل ماتش تجي تعديه وتيلي ديكوب وتقص وتخرج الاغلاط سي اي نورم سي كاتاستروفي ما تنجمش تلعب ماتش باسكيت كيما هكا واضح رضوان كانت هذه
رسالة أو كلام رضوان سيميل لاعب الاتحاد المنستيري. احتجاج كبير على التحكيم، احتجاج كبير على التحكيم الاتحاد المنستيري. خذينا رضوان سليمان لين فراس يستضيف ملاعب من النجم الراتسي. مباراة أوفت بكل وعود على مستوى التشويق والفرجة والسكورينج. النجم الراتسي يفوز 85-83. محمد العباسي معنا. محمد العباسي لاعب النجم الراتسي. محمد، مباراة تظل تشرف كرة السلة التونسية. كي نشوفوا ثالث مباراة على التوالي بين الاتحاد المنستيري والنجم الراتسي توفى في اخر دقائق، يظهر لي ما نجم نكونوا كان فرحانين بالمستوى. صحيح، يظهر لي زوز جامعات كبار حاجه الباهي اليوم اللي تفرح انه معناها تحس فما فرجه، فما باسكيت، فما اون ايكيب تحب تلعب معناها 5 كونتر 5 سور دو مي دو تيران. احنا نلعبوا ديفونس بلو اغريسيف ونحاولوا نجري الكره. يظهر لي معناها زوز حاجات متعكسين. هذاك اليوم اللي خلى ديفيرنسا معنا بينه وبين الاتحاد الرياضي المنستيري. ويظهر لي ديفونس اليوم هي اللي اعطت معناها الربح هذا. الحمد لله يظهر لي كريت بالروح هذه بالانتساب بالقلايب هذا. ما تنجم كان تربح ماتشوك اليوم. الحمد لله يا ربي فرحنا الجمهور اللي جاي عاونا برشا. مازال ما عملنا حتى شيء. عندنا ماتش نهار السبت كونتر الكلوب افريكان لي في رادس. الماتش باش يكون صعيب. الانترينور نعرفوا بالباهي ويعرفنا، نحاولوا باش نقدموا مردود طيب ونربح ان شاء الله ماتشنا بقدره ربي. يعطيك الصحه محمد، ومبروك مره اخرى الانتصار. تفضل ربيع. يعطيك الصحه فراس. كان هذا كل ما عندنا في مباراه النجم الراتسي والاتحاد المنستيري. شكرا لكم على الحسن المتابعه والاهتمام، وتصبحون على خير.